السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في ميت اب جديد من ميت اب أمازون سيج ميكر بالعربي. النهاردة اللقاء الثالث، معانا المهندس هشام جلال سينيور سوليوشن أركتكت زي ما احنا شايفين على الشاشة. مشرفنا النهاردة وضغطناه معلش النهاردة. إن شاء الله هنتكلم على الديب ليرنينج وأسيبه هو يقول الأجندة بتاعته. يعني اتفضل يا باشمهندس. شكرا باشمهندس احمد، شكرا لحضوركم. السيشن النهارده ان شاء الله تكمله على الديسكشن اللي كانت اراوند الماشين ليرنينج في التو سيشن اللي فاتوا. النهارده هنتكلم على الديب ليرنينج، وهو فرع من فروع الماشين ليرنينج، بيختص بحل مشاكل اللي بتحتاج ان احنا نحلها بطريقه نون لينير. هنتكلم عن الكلام ده فروم ساينس برسبكتيف شغال ازاي، وهنتكلم برضو شويه فروم AWS Amazon Web Services Perspective برضو ايه اللي ممكن بيتقدم وايه اللي ممكن نعمله. هبراكتس لا العفو هو هنبراكتس مع بعض. هنشوف النهارده نعرف Amazon Recognition شغال ازاي، هنشوف برضو السيري بتاعت الديب ليرنينج وايه هو الكونفولوشن نيورال نتوركس وليه ديزاين بالطريقه دي وازاي بتشتغل، وهنشوف برضو مع بعض نوت بوك معمول على MXNet بتوريني ازاي انا ممكن ابني convolutional neural network from scratch وشكلها بتبقى عاملة ازاي، فتفهمني شوية الثيوري الاراوند الديب ليرنينج شكلها عامل ازاي. بس انا هشير معاكم برضو ده اللي عايز يذاكر اكتر ويقرا اكتر، نوت بوك خاص بسيج ميكر برضو بيقدر يوريك one of the problems اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي object detection، ازاي بالنوت بوك ده اقدر من السيج ميكر اعمل object detection training لكاستم موديل بتاعي، واقدر ان انا اعمله deployment كمان ك end point at the end. اول حاجة انا بحب ابتدي بيها النهاردة ان انا ابتدي اشرح لكم هو الكمبيوتر vision. تمام، يعني الكمبيوتر فيجن الفكره بتاعتها انه ازاي ان انا اقدر ان انا ريكوجنايز البيكتشرز والايمجز والفيديوز واطلع معلومات منها قيمه. المعلومات دي تقدر تساعدني ان انا اقدر ابني السكيلز للابلكيشنز بتاعتي او السوليوشنز بتاعتي اللي بتقدر تخدم حاجه زي كده. فمنتهى بساطه انا يعني البريكفاست او اللانش او الدينر اللي قصادنا ده موجود قصادي دلوقتي، وانا عايز اسال نفسي سؤال، ده هو ده فطار ولا ده غدا ولا ده عشاء؟ تمام، بيزد على اللي موجود فيه الصوره دي، فيها شويه انفورميشن معلومات وفيها حاجات مختلفه. فاول نوع من الكمبيوتر فيجن بروبلمز اللي انا دايما هقابلها واحاول ان انا تو ميك يوز اوف ات في الماشين ليرنينج بايبلاين او ماشين ليرنينج مودلز بتاعتي، ان انا اسال نفسي السؤال ده، انا بعمل ايه دلوقتي؟ فبعمل ايمج كلاسيفيكيشن. يعني ايمج كلاسيفيكيشن يعني انا عايز الصوره دي كلها على بعضها احدد هي ايه، فدي بريكفاست ولا لانش ولا دينر. لو انا مثلا رحت اخدت صوره لطريق او لشارع، فانا عايز اقول الشارع ده كله على بعض، هو ده شارع مثلا او شارع مزدحم او شارع في مدينه مثلا قرويه او شارع في مثلا في لاندسكيبز وفي سكاي سكرابرز ناطحات سحاب. فازاي اقدر احدد السين ده مع ان السين ده ممكن يبقى فيه معلومات مختلفه؟ فالايمج كلاسيفيكيشن بيقدر يساعدني ان انا اعمل حاجه زي كده. فدي اول نوع من انواع البروبلمز اللي بيساعدني في حلها ال neural networks أو ال deep learning. النوع التاني من المشاكل اللي احنا بنحاول نحلها، طيب ماشي أنا عرفت إن ده مثلا ده الفطار، طيب تقدر تقول لي وزن الفطار ده إيه اللي موجود فيه؟ يعني وهو اللي بقى فطار، فبيعمل حاجة اسمها object detection. object detection زي ما شيء فيه كده بيرسم حاجة بنسميها bounding boxes. تمام، فأقدر عرفت إن دي مثلا برتقانه او يوسفندي مثلا او يوسفي او ودي كوكيز، ده لبن، ده برجر، اوكي وهكذا. فقدرت ان انا اعمل ديتكشن للاوبجكتس اللي موجوده جوه الايمج اللي طالعه قصادي. ف
فده النوع ده من المشاكل بنسميه Object Detection. وده أكتر حاجة يمكن الناس بتحب بتبقى عايزة تشتغل عليها. ليه؟ لو أنا عايز أبني solution، solution ده بحيث إنه العميل بتاعي دخل للستور للبوينت أوف سيل، وأنا عايز بالصورة، أنا العميل سمح لي إن أنا أخزن الصورة بتاعته عندي على السيرفر، وعايز أعرف العميل ده دخل أنهي ستور إمتى، بلس الـ purchasing behavior اللي موجود عندي. فلو أنا عندي مثلا كاميرات وفيها الـ machine learning infused للـ streaming بتاعها، أقدر إن أنا analyze the data دي real time، وأقدر أعمل detect الـ object، الـ object ده اللي هو العميل أو الشخص اللي دخل، تمام، وأعمل عليه facial recognition. طيب ليه بديتكت الاوبجكت ده؟ لان الاوبجكت ده بيساعدني في ان انا اعمل معلومات تحليلات اكتر او معلومات اكتر او اخد اكشنز اكتر. يمكن يوز كيس انا بشتغل عليها، اشتغلت عليها حاليا مع واحد من الكاستمرز، انه عندهم في طبعا في بعض المدن هنا في الوطن العربي بيبقى طبعا مخلفات البناء، بتبقى ناس بيبني بيحط ماتيريالز كونستراكشن او طريق بيتكسر او بيحط مثلا بنسميه تلوث بصري، يعمل الوان مش مناسبه لواجهه المحلات بتاعته او واجهه المباني بتاعته. فعايزين باليوزنج التكنولوجي ان انا اعمل سكاننج بشكل بسكيل عالي في وقت قصير لمناطق، بحيث ان انا اطلع المعلومات دي وايدنتيفاي الفيوليشنز او المخلفات اللي اتعمل. فالاوبجكت ديتكشن ك ماشين ليرنينج الجوريزم او فاميلي اوف الجوريزم او نوع من انواع المشاكل، هو اللي بيساعدني ان انا احل المشكله دي، لان انا اقدر اقول له ديتكت لي في الصوره دي اذا كان في كراكس موجوده في الاسفلت مثلا، او شقوق موجوده في الطريق، او بلاعه متسابه مفتوحه مثلا. ممكن ما يحصلش في دول كتيره مثلا، بس ممكن يحصل في بعض الدول من الدول بتاعتنا. فيقدر ايدنتيفاي الحاجات دي واخد عليها اكشن. يعني اليوز كيسز كتيره جدا، سواء حاجات تفيد الدول والخدمات الوطنيه، او يوز كيسز تفيد في مجال الصحه، او تفيد في مجال الكوميرس والكاستمر انتراكشن. النوع الثالث نقلنا مرحله اعلى شويه، بنسميه سيمانتيك سيجمنتيشن. سيمانتيك سيجمنتيشن هنا بيشتغل على البيكسل ليفل. تمام، يعني ايه البيكسل ليفل؟ يعني عارف يحدد بالبيكسلز اللي ظهر قصاده فين هنا البرتقانه او الاورنج موجوده فين بالبيكسلز، على مستوى البيكسل فين الفرايز، فين الكوكيز على مستوى البيكسل. وده بيبقى مفيد جدا لما ان فيوتشر الكلام ده طبعا بنعمله مع الفيديو، ونيجي نعمل حاجه زي اوتونوماس درايفنج او بتتراك موفمنت بتاع شخص او اكتيفيتيز معينه بتحصل في صوره. فدي ده نوع تالت السيمانتيك سيجمنتيشن. فتلات انواع نفتكرهم مع بعض في ماشين ليرنينج: ايمج كلاسيفيكيشن، اوبجكت ديتكشن، اند سيمانتيك سيجمنتيشن. هنشوف مع بعض فتحته ديفرنت كايند اوف فريم وركس زي تنسر فلو او ام اكس نت، هتلاقوا موجود فيها تقسيمه للالجوريزم الخاصه بالديب ليرنينج بالذات حسب اليوز كيسز دي، او الكمبيوتر فيجن سبيسيفيكلي متقسمه للثلاثه يوز كيسز دي عشان نقدر نستفيد منها. فدي المشاكل ودي الحاجات اللي احنا عايزين الكمبيوتر اللي هو لا يفقه شيء، اللي هو ما يعرفش اي حاجه، حته ماشين، ان يبتدي يتعرف عليها، يبتدي يعرف الصوره دي بشكل عام، يقدر يقول لي انطباعه عنها ايه، يقدر يديتكت الاوبجكتس اللي جوه الصوره، تمام، او كمان يقدر يتكت على مستوى البيكسل ليفل عشان لو انا عايز استخدمها ان مور ديبر يوز كيسز او اناليسز ممكن تكون ليها علاقه حتى بالسيفتي. طيب انا قبل ما ابتدي وادخل ديبلي ان ماشين ليرنينج ساينس ونفتح نوت بوكس معانا، احب اقول اتكلم على حاجه اللي هي الهيفي ليفتنج يوزنج اي اي سيرفيسز. قبل ما ابتدي ابني ادفانسد مودلز واعمل حاجات كاستم اللي بتاخد وقت ومجهود، حاجات بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، لازم اعرف هل المشكله بتاعتي دي ممكن تتحل باي بي اي موجود. والاي بي اي احنا بنتكلم هنا على حاجه شبه زي مثلا الامازون ريكوجنيشن، ودي بتقدر تساعدني ان انا احل جزء كبير من المشاكل بتاعتي.
فده سؤال مهم جدا. ففكره الهيفي ليفتنج انه دلوقتي a lot of vendors زي امازون ويب سيرفيسز بتقدر تعمل لك هيفي ليفتنج وتشيل من عنك مجهود كبير جدا وتعمل لك جزء كبير جدا من الكومن تاسكس. بس طيب النولج هتفيدني، نولج ان انا عارف ايه نوع البروبلم، والنولج اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه ازاي بعمل كاستم مود، طبعا هتفيدك، لانه في الاخر اللي هي التولز دي بتستخدم بتطلع لك results based على confidence level which is اللي هو الاكيورسي مثلا او الاف 1 سكور، وهنعرف الحاجات دي مع بعض later on. فانت مش عارف يعني اف 1 سكور يعني مش يبقى مش كويس، هتقرا وتذاكر وتتعلم عنه، فالافضل ان انت تبقى تعرف الكونسبتس وتبقى عارف زي الحاجات دي شغاله، وبعدين لو انت بتيجي تبني مشروعك او بتبني البروجكتس بتاعتك تسال نفسك السؤال، هل انا هعمل حاجه فروم سكراتش؟ لو هعمل حاجه فروم سكراتش تاخد وقت ومجهود وتريننج وجي بي يوز وكمبيوت بشكل رهيب جدا. لو انا هعمل حاجه هي اتس كومن يوز كيس، فانا ممكن اروح مع الهيفي ليفتنج للاي اي سيرفيسز. وخليني عشان ما نضيعش وقت نتكلم اكتر على الموضوع ده. ف بشكل اساسي احنا بنتكلم هنا على في امازون، احنا امازون ويب سيرفيسز اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا 3 لايرز. اللاير اللي تحت خالص اللي هي دوت يور سيلف، بتاخد كومبيوت وبتاخد فيرتشوال ماشينز او كونتينرز، وبتبقى عليها الفريم وركس انستولد اند كونفيجرد، ويستفيد من الكلاود ريسورسز في الحته دي. بس في ا لوت اوف تاسك ذات يو ويل دو ات باي يور سيلف. اللاير الثانيه السيج ميكر انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، بيقدر يساعدني اوتوميت ا لوت اوف تاسكس وتخليك تكتب او تبني كاستم مودلز بتاعتك. بس ستيل يو نيد تو دو ا لوت اوف فيتشر انجينيرنج وديفلوبمنت عشان تو جيت ثينجز دان. اللاير اللي فوق خالص ودي اللي انا بتكلم عليها اللي بتعمل لي هيفي ليفتنج لاغلبيه الشغل بتاعي، فيها اي بي اي بيزد سيرفيسز. تمام، مين اللي هنا هنركز النهارده مع بعض على حاجه اسمها ريكوجنيشن. ريكوجنيشن دي بتقدر تساعدني في الكمبيوتر فيجن بروبلمز، بتعمل اوبجكت ديتكشن وبتعمل ايمج كلاسيفيكيشن وبتقدر تسابورت يوز كيسز كتيره جدا، فتقدر تساعدني في ان انا ابني السولوشنز بتاعتي. خلينا يعني دي مثلا بنتكلم على ريكوجنيشن. فريكوجنيشن مثلا لو بتكلم على واحد بيسوق عجله على طريق، فده ده ده ده, ده واقع اوت اوف ذا بوكس موجود. ريكوجنيشن هتلاقيها اوتوماتيكلي عرفت ان ده بيرسون، وان هو الطريق اللي ماشي عليه يعني روك او مبني على صخر، وان العجله اللي هو سايقها او البايك اللي هو سايقها هي ماونتن بايك، وانه هو في اوت دور، فقدرت اعرف المعلومات دي كلها من الصوره الموجوده عني. طبعا البني ادم بيقدر يعرف المعلومات دي في لحظه، دلوقتي يوزنج كمبيوتر فيجن الكمبيوتر بيقدر يتعرف على المعلومات دي برضو في ملي سكندز، ويقدر يديك الريسبونس ان ريل تايم. بشكل عام ريكوجنيشن الكابابيلتيز بتاعته زي ما قلنا اوبجكت ديتكشن، بيعمل سين ديتكشن، ويقدر كمان يتراك الاكتيفيتيز، يعني شخص مثلا بيمشي في فيديو من مكان للتاني اقدر اتراك الاكتيفيتيز بتاعته. فعشان كده احنا اتكلمنا على، لو فاكرين اتكلمنا على كمبيوتر فيجن بروبلمز عشان نبقى فاهمين ازاي الكلام ده هيترجم معايا هنا في ريكوجنيشن، وهيترجم معايا ليتر اون وانا ببتدي اشتغل على الديب ليرنينج يوز كيسز بتاعتي. برضو بيقدر يعمل فيس ريكوجنيشن او فيس سيرش، فاقدر حتى لو شكل البني ادم اتغير شويه، طريقه اللبس كان بدقنه وحلق دقنه، كانت شعرها طويل وقصت شعرها وهكذا، ما كانتش لابسه نظاره وبقت لابسه نظاره، كل الكلام ده يقدر البري بيلت موديل اللي عامل الهيفي ليفتنج يقدر ان هو يقول لي اذا كان الاشخاص دول هم نفس الاشخاص ولا لا. بيقدر يعمل انسيف ايمج اند فيديو ديتكشن. الانسيف يعني دلوقتي لو حد عمل ابلود لفيديو او صوره والصوره دي فيها حاجه غلط، يو كان ديتكت ان ريل تايم اند يو كان بلوك ات. طب ده مفيد ايه؟ لو انت بتعمل ابلكيشن او سيرفيسز اللي هيبقى فيها اطفال او فيها ناس قصر او دون العمر، فانت ميك شور انه لازم تميك شور الابلكيشنز بتاعتك دي مش بتستخدم بطريقه غلط، وان ات سيف للاطفال والاستخداماتهم. فالسيف كونتنت از فيري امبورتنت، حتى لو هتعمل ويب بيزد ابلكيشن بيقدم
حتى خدمه عامه او خدمه لجهه بنكيه مثلا، لو انت هتقلقوا فيها شيرنج الايمجز بيكتشرز او سوشيال انتراكشن. برضو الدي بي استخدم كتير قوي في اليوز كيسز بتاعت السي اكس اللي هو الفيس ديتكشن اند اناليسز. ازاي انا اقدر من الصوره اقدر ايدنتيفاي العمر، الفئه العمريه، كبير صغير، سعيد حزين وهكذا. فالمعلومات دي كلها بقدر استخدمها ريل تايم لو انا مثلا في بوينت اوف سيل او في ستور، واقدر اجيب منها معلومات تفيدني. برضو تكست ان ايمج، التكست اللي في الصوره اقدر اطلعه، بس حاليا بيسبورت بس انجلش. وسليبرتي ريكوجنيشن، انا فاكر مثلا حطيت سليبرتيز مثلا زي مثلا عادل امام في مصر وتعرف عليه، حطينا برضو جربنا مره بحسين الجسمي مثلا تعرف عليه، برضو الملك في السعوديه اتعرف عليه. فالسليبرتي ريكوجنيشن مش بس السليبرتيز اللي هم موجودين في يو اس او في يوروب، لا بنتكلم على سليبرتيز عامه في العالم وفي وطننا العربي هيبقوا ريكوجنايزد في التول دي. الباثنج ده في الفيديو ازاي بقدر اتراك الشخص الاكتيفيتيز بتاعته وهو بيعدي من نقطه للنقطه الثانيه. وكمان الفيديو ريكوجنيشن بينتجريت مع كينيسيس فيديو ستريمز، فكان ستريم من مثلا سي سي تي في كاميرا ان ريل تايم وتبعت للريكوجنيشن يانالايز ليك الداتا ريل تايم. فوانا وانس ان انا استعملت لها ستريم مع كينيسيس فيديو ستريم وبعتها للريكوجنيشن، هيحصل ايه؟ خلاص ريكوجنيشن يقدر يعمل لي فيس سيرش، يقدر يعمل في فيس ديتكشن اند اناليسيز، يقدر يتعرف لي على الايه الاوبجكت اللي موجوده في الصوره، طلع لي كل المعلومات دي ريل تايم. ده فيري فيري باورفول يوز كيسز كتيره جدا. يعني دي امثله ازاي الريكوجنيشن الصوره دي يقدر يطلع الممثلين المشهورين دول، او يطلع كمان نسميه كونفيدنس سكور. تمام، والكونفيدنس سكور بيفولو اللي هو الاف 1 سكور، نتكلم عنه ليتر اون. ويقول لي ده هو كونفيدنت بنسبه 99% ان هو الشخص ده هو 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 جون، وبنسبه 97% ان هو ويندل. فده حاجه ايزي تو بي ميد. برضو السين ديتكشن، قدرت على طول في الصوره زي ما احنا قلنا عرفنا شويه معلومات، شخص، سكيت بورد، اسفلت، عربيات، اوتوموبيل. وكمان قدرت اعمل حاجه اسمها الاوبجكت ديتكشن اللي هو ان انا قدرت ان انا ارسم باوندينج بوكس زي ما شايفين في بوكس اللي هو مثلا ده مرسوم حوالين العربيه، فده في الاوبجكت ديتكشن. فحدد ان دي عربيه، نحدد ان دي عجله اوتوماتيك، وكل الكلام ده out of the box without any extra development. فده it's a really very very powerful tool you can benefit from and you can get a lot of results out of it بشكل بسيط ومسهل جدا. ال activities and paths برضو supported the recognition. Recently we announced our support للفيفا. فطبعا حد بياخد فاول، حد بيشوط كوره، كل الكلام ده كمان للسوكر او للفوتبول بتاعتنا او كره القدم، بيبقى ريكوجنيشن بيقدر يعملوا اناليسيز وانالايز ات ريل تايم. و تكست ان ذا وايلد، لو واحد باخد صوره والصوره دي في طريق والطريق ده عليها اسم مطعم او يافطه اسمها او اسم طريق او رقم على التيشيرت، اقدر اكستراكت الكلام ده ريل تايم واقدر استخدمه في اليوز كيس بتاعتي. وزي ما احنا قلنا يعني شايفين الشخصين دول، يعني حتى لو انا بصيت انا كبني ادم ممكن اخد شويه وقت عشان اعرف ان هما نفس الشخص، لكن التول نفسها اللي هي ريكوجنيشن بتقدر تاخد الصورتين وتيجي تقدر تقول لي بنسبه 93% هما دول نفس الشخص. وده حاجه بجد فيري فيري باورفول بريكوجنيشن بيقدر يقدمها لي. وطبعا الثاني انه بانالايز الشكل اللي قدامي، الدرايفنج، اللابسس عن جلاسز، الاكسسوارز، واقدر اعرف كمان راجل ست، الفئه العمريه، سمايلينج وهكذا. فده باختصار.
اتفضل. احد الشباب عبد العزيز بيسأل هل ممكن اقدر اديتكت الناس اللي جوه العربيات مثلا، او هل اقدر احدد بصوا للكاميرا ولا لا، يعني زي الحاجات بتاعت المرور يعني اكتر، وبنسبة قد ايه اقدر اعمل كده يعني. لا، بنسبة كبيرة جدا تقدر تعمل كده، لأنه ده النقطة التانية اللي أنا هجي لها بعد كده، اللي هو النقطة الخاصة بيك الكاستم ليبلز. طبعا هو ريكوجنيشن مش بيغطي كل يوز كيسز في الدنيا، بس الموديل نفسه تريند على داتا كتيرة جدا، فإتس فيري باورفول. تمام، فإحنا عملنا إيه؟ عملنا فيتشر جديدة للكاستمرز بتوعنا. لو أنت عندك حاجة فيري سبيسيفيك، يعني لابس حزام من الأمام ولا لأ، مش موجودة باي ديفولت، بس أنا أقدر أخد سامبل داتا من عندي وابعتها للريكوجنيشن واعمل له ترين على الداتا دي، وريكوجنيشن اوتوماتيكلي هيتعلمها، اوتوماتيكلي هيعمل لها ديتكشن. فبعد كده الصور التانيه اللي هتيجي واحد لابس مش لابس او مش لابس حزام الامان، هتلاقي اوتوماتيكلي انها عملت له ديتكشن. نفس الكلام لو مثلا لو عايزين نديله داتا الصور بتاعت حد بيتكلم في التليفون ولا لا. بس طبعا هتقولي طب ازاي اعلي الكواليتي او ازاي اجرانتي الكواليتي؟ بكل بساطه، كل ما تديله تريننج داتا، كل ما تديله معلومات، كل ما هيطلع لك داتا. يعني احنا بنقول مثلا 1200 صوره على الاقل it will be good to deliver for you good quality، بس طبعا ممكن تضيف اكتر. فالكاستم ليبلز بيقدر يساعد في اليوز كيس دي، وبيساعد في يوز كيس تانية. يمكن يعني اشتغلت واحد مع واحد من الكاستمرز، يمكن يوز كيس غريبة جدا، هي جهة علمية. الجهة العلمية دي عندهم بذور، البذور دي من نوع خاص، فالبذور دي عشان هم بيعملوا أبحاث كتيرة قوي عليها في الزراعة، فعايزين البذور دي بياخدوا صور ليها، فعايزين بالصور دي اوتوماتيكلي ان احنا نعد عدد البذور، يعني في كام بذرة موجودة، وكام بذرة منها جريمينيتد اللي هي نبتت، وكم بذره منها ميته، وكم بذره ما طلعش منها نتيجه. انا صراحه مش متخصص قوي في الموضوع ده، بس دي حاجه بتفرق وبتساعدهم جدا في الريسيرش بتاعهم، بتسهله. بياخدوا شهور عشان يعدوا البذور دي يوزنج الماشين ليرنينج، بياخدوا ايام، وده بيفرق كتير جدا في البرفورمانس بتاع الريسيرش ريزلتس بتاعتهم. فيوز كيسز كتيره، سواء للعربيات، سواء حاجات ساينتفك، او سواء حاجات للسي اكس او كاستمر اكسبيرينس، فنقدر نقدمها مع بعض يوزنج الريكوجنيشن. بدون قطع كلامك يا هشام، في جزئيه كنت انا شيرتها قريب على اي دبليو اس بالعربي، موضوع الكاستم ليبلز واستخدامها مع تقنيه الفار في ماتشات الكوره، ان هو يديتكت اذا كان ده فاول، او يعني بيطبق القانون بتاع الفيفا على بعض الصور، يعني يشوف الحاجات اللي قدامه اذا كان ده فاول او لمسه يد او ضربه جزاء. فدي برضو احد التطبيقات يعني. بالظبط كده، ودي حاجه كويسه جدا، لانه هو الموديل نفسه بيتطور. يعني الماسك مثلا قبل كوفيد ما كانش موجود، دلوقتي احنا والانتروديوس الماسك، ان واحد لابس ماسك ولا لا. تمام، ففي يوز كيسز مش موجوده، بس مع الوقت ومع الاستخدام والفيدباك من الكاستمرز بتوعنا، احنا في اي دبليو اس بنضيف الفيتشرز دي. هاويفر، احنا برضو عشان اندرستاندنج النيدز قدمنا فكره الكاستم ليبلز، اللي هو انت بتبني الكاستم موديل بتاعك بس من غير ما تعمل كودينج. احنا هنيجي بعد كده نتكلم على السيج ميكر اوبجكت ديتكشن. النهارده السيج ميكر اوبجكت ديتكشن بيعمل نفس الكلام، بس انت بتعمله كودينج، بتبني الموديل وتدي له تريننج داتا والتست داتا وتعملها فاليديشن وبتطلع موديل، وبعدين الموديل ده بتاخده يبقى بتاعك تشتغل عليه. انا عايز اقول لكم ان الكواليتي على الكاستم ليبلز هتبقى اعلى من الكواليتي اللي هتطلعها من السيج ميكر اوبجكت ديتكشن، اللي هو مبني على ريزنت 50. ليه؟ لان الداتا سيت اللي جواه ضخمه جدا، التريننج اللي اخده الموديل ده رهيب، تخيل هو بيتعلم كميه حاجات رهيبه جدا. فان كانه مثلا طفل، اتخذت طفل هتاخده كاوبجكت ديتكشن من ريزنت عنده سنتين، تمام، هتقعد تعلمه عشان يبقى عنده 10 سنين. الموديل ده داخل لك اوريدي جاهز عنده 10 سنين، انت بس محتاج تعلمه عشان يضيف لك فاليو، فهيبقى عنده 12 14 سنه. فهي هو موضوع شبه كده. فده الادفانتج بتاعت الريكوجنيشن ويوزنج كاستم ليبلز. انا يعني ده ايماني الشخصي، انت محتاج تفهم الساينس بعد كده، او تفهم الحاجه شغاله ازاي، مش ديبلي، مش محتاج تفهم ديبلي، بس محتاج تفهم الدنيا شغاله ازاي، لان ده هيساعدك بعد كده وانت بتبني الحاجه بتاعتك وتبنيها بشكل افيشنت حتى لو على الكاستم ليبلز. تمام،
في أسئلة قبل ما ابتدي في الجزء الآخر اللي هو building your own custom model. هو جنب بس سؤال عبد العزيز الجزء بتاعت الكاميرات وكده، بس ما فيش طيب أسئلة حاليا. خلاص مش يعني احنا جاوبنا دلوقتي، هو كاستم ليبلز يقدر يساعدها لو هي تقدر تتكت الاشخاص جوه العربيات، بس يوز كيس لابس حزام بيكلم في التليفون، فدي حاجات محتاجين نبني لها كاستم ليبلز مش اكتر من كده. بعد كده ده الجزء الهيفي ليفتنج الاي اي سيرفيسز من اي دبليو اس بتقدر تعمله. الجزء الخاص بقى بال to build your own custom models from scratch still في اليوز كيسز معينه بيبقى ريكوايرد ومطلوب، واللي موجود ما بيبقاش كفايه، وساعات الناس بتشتغل على حاجات فيري فيري ادفانسد. فهنتكلم ازاي بتقدر تعمل الكلام ده بشكل عام من ناحيه الساينس، وهديكوا نوت بوكس تقدر تساعدكوا اكتر في اللي عايز يعمل الكلام ده سيج ميكر، او اللي عايز اكسبلور اكتر ام اكس نت وهو شغال ازاي. طيب عشان نبتدي في الموضوع ده، انا اول حاجه هتكلم على الايمج ريبرزنتيشن. فكلنا عارفين يعني دي مقدمه عشان نعرف نفهم ازاي احنا بنحلل الصور. كلنا عارفين ان الصور عباره عن بيكسلز، تمام، صغيره، والبيكسلز دي عندها فاليو من 0 ل 255، تمام. يعني لو خدنا بالذات الجري سكيل، فصفر اللي هو الاسود او الدارك، وال 255 الابيض، والحسب وتغيير الارقام دي بيغير في الانتنستي بتاعه اللون، تمام. لو احنا بنتكلم بس على الجري سكيل، مش هاخد بس الالوان دلوقتي. فده تمثيل الصوره. فالصوره في الاخر بالنسبه للكمبيوتر هي عباره عن بيكسلز وعباره عن ارقام. الارقام دي حسب حجم الصوره، مثلا لما كان 28 في 28 ومضربهم في بعض، وبعدين بيطلع لي رقم، والرقم ده مثلا 700 وحاجه و34 تقريبا. والرقم ده كل نقطه فيه او كل رقم يمثله بيمثل قصاده فاليو من 0 ل 255. اجمع الكلام ده كله مع بعضه يطلع لي الصوره اللي هي اللي موجوده هنا على اليمين، اللي هي الجري سكيل لامازون لوجو. طيب الفرق ما بين ده والكلر ان الكلر ما عنده ليفلز اكتر، فبدل ما يبقى عنده الليفل واحد اللي هو من 0 ل 255، يبقى عنده 3، وكل واحد فيهم بياخد من 0 ل 255، اجمعهم مع بعض يطلع لي الصوره بالالوان، تمام. فعندي 3 ليفلز، فعندي بتسميها 3 شانلز. فانا عندي حجم الصوره طول وعرض، وعندي طول والعرض دول الكالرز. لو جري سكيل هيبقى عندي شانل واحده، لو عندي color scale أو color image هتبقى عندي 3 channel، تمام. وده طلع فكرة أو concept بتاعة التنسور، تمام. التنسور احنا كلنا نعرف الماتريكس مصفوفة، المصفوفة من 0 ل 1 2 dimension، سوري، من يعني مصفوفة في أرقام، سوري، مش من 0 ل 1، فيها أرقام، والأرقام دي ليها dimensions 2 dimensions، تمام. طيب لو انا عايز المصفوفه دي تبقى في 3D، تمام، عشان تهندل اكسترا دايمنشن، والدايمنشن ده اسميه كلر، فانا كده ما بقتش مصفوفه، بقت اسمها تنسور، لان حتى الفيجواليزيشن بتاعها هيبقى صعب شويه. فالتنسور ده بيقدر كاوبجكت ان هو يشيل جواه الاستراكشر ده اللي هو 3 شانلز، كل شانل من 0 ل 255، وكل شانل حجمها بيساوي الطول في العرض. فأجين لو انا باخد الجري سكيل، تمام، فده اللون الاولاني، وده اللون الاخراني اللي بيكون الصوره بتاعتي اللي احنا كنا شايفينها من شويه. فأجين لو انا خدت بس حرف الاي من اللوجو، فالحرف الاي ده لو انا بعمل زوم ان عليه هنلاقي انه متقسم ل بيكسلز ليها اللون الابيض، وبيكسلز ليها لون الجراي، وبيكسل ليها اللون الاسود، والجراي فيه منه درجات، واحنا واخدين هنا 16 في 16 سل، تمام. فده دي جراي سكيل ايمج 16 في 16 طول في عرض بعرض، و
هنلاقي الفاليو مثلا بتاعت السيل دي اللي هي جري حوالي 198، عشان كده ما هيش سودا قوي، ف سوري عشان كده هي ما هيش بيضة قوي قصدي، فدي الفاليو بتاعتها. فدي فكره الجري سكيل. فكره الكالر انه هقسم الجري سكيل ده واطلع منه 3 شانلز، احمر واخضر وازرق، تمام؟ ولو جمعتهم مع بعض يطلع لي صوره على الشمال. بس الفكره ان انا ايه، لو انا سبت كل واحد فيهم، لانه كل واحد فيهم في الاخر لو انا فصلته لوحده فاعتبرته جري سكيل، هيطلع لي بالثلاث الوان اللي من ناحيه الجري سكيل اللي هم على اليمين، لان هم في الاخر من 0 ل 255. لما اعملهم كومباينيشن مع بعض يطلعوا لي الصوره اللي على الشمال، فاقدر اتعامل مع كل الصور بالطريقه دي. يعني ايه من ناحيه الماثيماتكس، لانه في الاخر الكمبيوتر بيفهم رياضه، بس عندي ان في ام، طول بعرض، روز في الكولومز، تمام؟ وعندي الشانل 3 كولرز، اللي هو الار جي بي اللي هو الكولر كود اللي احنا كلنا عارفينه، ريد جرين اند بلو، تمام؟ ده بيمثل ايه؟ ده بيمثل التنسور، تمام؟ اللي انا ببني بيه ال او بحط فيه الاوبجكت او الصوره بتاعتي اللي انا هعمل عليها اناليسس بعد كده. وهنا بيقول لنا بس لو انت اخدت ال 0000، تمام، هيطلع لي 43، فده اول خانه. مثلا لو انا اخدت 0000 كام، 1 او 00 سوري 002 001 اللي هو ده، 002 اللي هو ده، فده بمثل الريد، وده مثل الجرين، وده مثل البلو. فبالطريقه دي اقدر امثل كل حاجه from mathematical perspective كارقام، تمام؟ والارقام دي انا اقدر بعد كده اتعامل معاها بكل سهوله. طيب في الكالر ايمجز منتهى ببساطه، لو انا رحت اخدت السيل دي فالمفروض السيل دي، تمام، هتروح مطلع لي 3 ارقام، الرقم بتاع اللون الاحمر، اللون الاخضر، الاخضر فعلا، واللون الازرق، تمام؟ ليه؟ لان احنا عارفين ان هي عباره عن ثلاثة ماتريكس، تمام، في 2D دايمنشن اللي هم مع بعض بيكمل بيمثلوا تنسور اوبجكت. فدي دي دي شكل تمثيل الصوره. فاحنا في الفتره الجايه دي هنشتغل مع الصوره من ناحيه انها عباره عن بيكسلز، والبيكسلز دي متقسمه لثلاثه الوان، ثلاثه شانلز، ومحطوطين في اوبجكت واحد هيبقى تنسور، والتنسور ده انا بقدر اعمله بروسيس يوزنج ماشين ليرنينج ريل تايم، واقدر اتعامل معاه اطلع منه داتا او فاليو تنفعني في الاناليسيس بتاعي اللي احنا هنعمله كمان شويه. طيب في مشكله تانية احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وهتتكرر هنا، الانبالانس اوف ذا داتا. سبيل المثال لو انت اخدت صور مثلا، جينا قلنا احنا عندنا يوز كيس مثلا عايز اريكوجنايز الشنط مثلا، فالشنط عندي الشنط منها شنط كبيره وشنط صغيره، وشنط بتيجي مثلا باكجز مع بعضها، وعندي صور مختلفه ليهم. لو انا عندي الشنط صغيره ليها تمثيل قليل والشنط الكبيره ليها تمثيل اكتر، فده بيؤدي ان الموديل بتاعي بيبقى ويك، مش قوي. طيب الحل ان انا اتعامل مع موضوع زي ده، محتاج افكر ازاي ان انا ابالانس الداتا اللي هي امبالانسد عشان ما تاثرش عليا. ففي ناحيه الكمبيوتر فيجن بقدر اعمل الكلام ده يوزنج الحاجه اسمها ايمج اوجمنتيشن، تمام؟ والايمج اوجمنتيشن ان انا بعمل ايه، بغير اول حاجه بسكيل الصور كلها بخليها في نفس المقاس، تاني حاجه ان انا ببتدي اعمل الصور زوم ان وزوم اوت، تمام، بحيث ان انا اقرب الصوره ابعد الصوره، بعد كده افليب الصوره، احرك افليبت شويه ناحيه اليمين شويه ناحيه الشمال، اعمل لها كروبنج، اغير الروتيشن بتاعها، اغير الالوان بتاعتها، اغير البرايتنس، اعمل لها سكيوينج، يعني في نويز بتعمل عليها كانها متنيه مثلا،
وهكذا. في تولز بتقدر سكريبتس كتيرة موجودة بتقدر تساعدني ان انا احقق حاجة زي دي. ويمكن في لينك هسيبه لكم في البرزنتيشن اللي عايز يرجع عليه for more details ازاي الكلام ده بيتعمل. او لو محتاجين كود I can share الكود معاكم يقدر يساعدكم في حاجة زي دي. فانا بالطريقة دي في ناحية الصور يمكن مختلفة عن ناحية الداتا قدرت ان انا اكتر الداتا سيت بتاعتي واكتر من الامبالانس داتا. ودي طريقة سهلة جدا بس بالديليفر. again عندي شنطة لونها احمر بس مفيش منها كتير، فانا لو عملت الشنطة دي مرة باللون الاخضر مرة باللون الازرق سهل جدا ان انا اغير اللون تمام. واقدر اغير كمان شكلها حجمها واقدر احاول اعمل لها روتيشن ممكن، لانه ممكن حد يكون جاي ياخد صوره للشنطه اخدها مقلوبه او اخدها نايمه او اخدها على الجنب او اخدها بالعرض. فانت اوريدي عندك سام اليمنتس او سام انفورميشن للصوره اللي موجوده عندك، لو لعبت فيها شويه بتقدر تخلي الصوره دي تبان كانها صوره مختلفه. فالموديل اللي هو بيتعلم هيقدر يتعلم انه هي دي بتمثل شنطه حمراء صغيره، بس الشنطه الحمراء الصغيره دي ليها اتجاهات مختلفه، فلو جات لي باي اتجاه من الاتجاهات دي اقدر اتعرف عليها. طيب فعلى سبيل عماد عنده سؤال يعني هشام بعد اذنك. اتفضل عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أنا بشكرك يا باشمهندس، بشكر كمان باشمهندس أحمد على وقتكم. كان عندي سؤال بسيط للموضوع. أنا كنت بترين الموديل، أنا عملت موديل كده وبعمل له ترينينج لصور أصحابي، استخدمت في نت وبعد كده ريزنت. بس المشكلة إن أنا كان عدد الصور كان قليل، واستخدمت الفيتشرز اللي هي أوجمنتيشنز اللي إيمج أوجمنتيشن، بس لسه يعني في تريننج انا بحس ان الموديل بتاعي اوفر فيت. بس لما اجي اعمل التيست كل الصور بتطلع مثلا مس ماتشز، لايك يعني ان هو واحد يقول لي لا ده مش هو ده حد تاني. فهل هو في مثلا موديل جديد او لايبرري جديده انا بقدر استخدمها للموضوع ده ان تديتكت اكتر؟ ولا هو فيجي وريزنت المفروض بيطلع جود كواليتي. في حاجات يمكن بقت مور انهانسد زي ماسك ار سي ان ان وكده، بس يعني الفكره هنا بالتالي في الحاله بتاعتك انت محتاج يا اما تحاول تضيف اكسترا صور اكتر تمام، او ان انت فتكبر الداتا سيت شويه عشان انت حجمها صغير، او تستخدم حاجه بري تريند تمام، بحيث ان هي تجيلك بتريننج اوريدي موجود، انت بس بتغير اللي هي اللاست لاير، وبتقدر ان انت تستخدم البري تريند اركتكتشر ده. فده اوبشن تاني. الاوبشن التالت انت قلت اوفر فيتنج، فالاوفر فيتنج ده احنا هنتكلم كمان شويه على الفيتشرز، بس يعني في طرق لمعالجته. لو انت عالجت الاوفر فيتنج ممكن تحل مشكله الاكيورسي ويطلع الموديل ممكن ما يطلعش بنسبة 100% بس يطلع بنسبة 70% 65% which is might be better than what you have right now. لأن الأوفرفيتنج ده معناه إن هو في عالم تاني خالص، يعني لو يعني يقول بالمصر كده في عالم سمسم يعني. لأنه يعني إيه الأوفرفيتنج للناس اللي حضرة معنا؟ يعني الموديل بيتعلم بالظبط ده اللي أنت مدخلها له بالظبط يعني، وأي تغيير فيها ما بيعرفهاش، بيعك الدنيا. فدي مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لانه هو الايكويشن بتاعته في السي ان ان المفروض تبقى نون لينير، فالنون لينير المفروض ان هو ما يتعلمش الكومن يعني، او ما يتعلمش سوري يتعلم الكومن ما يتعلمش السبيسيفيك بتاعه الداتا اللي داخله له. فلو اتعلمها فكده قرب من اللينير وكده مش هيحل المشكله، فكده يؤدي الاوفر فيتنج اللي هو يؤدي المشكله اللي انت فيها. فالداتا ممكن تزودها، ممكن تغير تستخدم بري تريند، وممكن كمان تلعب شويه على موضوع الاوفر فيتنج. طيب تمام ماشي اوكي. شكرا باشمهندس. العفو. في سؤال تاني في الشات برضو، محمد بدر كان بيسال هل اقدر استعمل السيج ميكر في الصناعات اذا كانت الجوده بتاعت المنتج مثلا كويسه ولا لا؟ بيستخدم اوريدي في بعض اليوز كيسز اراوند الموضوع ده. طبعا تقدر تستخدمه لو انت يعني هو انا ما اعرفش اليوز كيس اللي موجوده ايه، بس سبيل مثال
واحده من علامات طلبات الجوده انه مثلا انت بتحط بتبنى مثلا كيس رز او مسحوق غسيل، فهو ليه مينيمم كميه بتبقى موجوده، تمام؟ فانت عايز تميجر الحاجه زي، ممكن الفيجوال اسبيكتس منها تقدر تجيب المعلومه دي لو ظاهره، فتقدر تشوف، تقدر تقيس الكميه اللي موجوده دي مناسبه ولا لا. فممكن طبعا it can be done. عندنا use case كتيرة around الموضوع ده في الصناعة، والماشين ليرنينج في الصناعة استخدام كبير جدا يعني صراحة. طيب أنا كنت رديت عليه في الشات إن هو الموضوع أنت محتاج تحتاج تدرب الموديل بتاعك بصور زي ما أنت ذكرت هشام في الأول، للمنتج مظبوط، بتاعك في جميع حالاته، يعني هو جديد، هو فريش، هو اكسبايرد، حاجات زي كده، بحيث يقدر السيج ميكر يبدا يفهم الحالات بتاعته. فمحمد امثال سؤال تاني قال يعني، بس هل يكون لازم ان انا اشتغل بالريكوجنيشن امازون ريكوجنيشن ولا بالسيج عنده ميكر؟ حل. عندك كذا حاجه، يا اما تشتغل ريكوجنيشن، يا اما تشتغل سيج ميكر، يا اما تشتغل بال يور اون كاستم موديل، ممكن تبرينج يور اون موديل كومبليتلي سواء على سيج ميكر او على الاي سي 2. فعندك كذا اوبشن يعني، اي دبليو اس ميزتها فلكسبيليتي صراحه، فانت عندك فلكسبيليتي. بس انا يعني من خبره، وخبره انا اشتغلت مع ريسيرشرز في ريسيرش انستيتيوتس كبيره الفتره الاخيره في موضوع الديب ليرنينج ده، انا اقدر اقول لك ريكوجنيشن الكواليتي بتاعته عاليه جدا. فبنفيت فروقات ما تبنيش حاجه من سكراتش يعني. احنا بنقول الهيفي ليفتنج ملوش لازمه، لو انت عندك حاجه بتقدر تساعدك ان انت بس لو انت زي الباشمهندس عماد مثلا حابب تتعلم وتجرب وتجيب صور اصحابك، او عندك قطه في البيت، كلب في البيت تبني عليه يوز كيس، او ابنك او بنتك او بنتك، فيعني يعني ما فيش مشكله يعني، يوز ات فور ليرنينج. بس لما تيجي تروح لبرودكشن ابلكيشن، الوقت والمجهود والايفورت والمنتاليتي ساعات بيبقى مهم جدا، فريكوجنيشن بيقدم فاليو كبيره. تمام. اخر سؤال عشان ما نعطلكش، احمد الجوهري بيسال which is the libraries is this library يعني تنزل فلو ولا بيتورش ولا ميكس نت؟ احنا في اي دبليو اس او في امازون بشكل عام احنا كوميتد تو ام اكس نت، وده لسبب رئيسي. ام اكس نت بيديليفر بيرفورمانس عالي جدا للالجوريزمز المشهوره زي ريز نت وفي جي جي زي ما اتكلمنا، انسبشن، ماسك ار سي ان ان، في الوت اوف الالجوريزمز ممكن نشوفها مع بعض. فالبرفورمانس بتاع الام اكس نت عالي جدا يعني، بيتنج الاذر فريم وركس. فعشان كده احنا بن مور كوميتد للام اكس نت السبب ده، والسبب التاني ان احنا كامازون مع اخرين وي ار كوميتد تو سبورت ام اكس نت في اوبن سورس ايفورت. هو it is not owned by AWS, it's open source, بس we are supporting the efforts بتاعته. تمام. Okay. However, جماعة يعني على SageMaker you can work with completely with TensorFlow. لو انت عايز تشغل ResNet من TensorFlow you have the freedom to do this. في sample notebook لو حد عايز يشوف الحاجة دي شغالة ازاي ممكن اوريها له. الدنيا فيها flexibility. ف we are not pushing you ناحية الـ MXNet، لكن احنا لو تيجي تقول لي الحاجة بتاعتنا مبنية ازاي، لا we are more committed لـ MXNet عن أي framework تانية، و we are using it في services بتاعتنا. لو فيش سؤال تاني أنا هكمل موضوع الـ image augmentation. زي ما احنا شايفين الصورة دي، لو أنا أخدت الصورة دي وعملت لها zooming قريب وبعيد فوق تحت، يعني عملت لها برضو فليبنج، راسه كانت على الشمال نقلتها على اليمين للقطة، فيعني قدرت كده ان انا اطلع من الصورة دي اكتر من صورة تفيدني في التريننج بتاعي. طبعا انت you can rotate it as well, you can skew it، ممكن تغير الالوان، كل الكلام ده بتقدر تعمله باكواد بسيطة جدا من بايثون لايبريز، وتقدر تنفذه ما بياخدش وقت ومجهود. بس انت بتطلع داتا او جود سايز اوف داتا تقدر تستخدمها ان انت تبني جود سايز اوف موديل بيبقى يطلع اكيورسي بشكل كويس. الكالرز اتكلمنا عليها، كالرينج اند برايتنس، تمام. و يعني في طبعا على كاجل وعلى الوت اوف اونلاين بلاتفورمز في الوت اوف سامبل كودز ازاي بتقدر تعمل حاجه زي كده.
تاني حاجة كنت عايز اتكلم عليها طبعا انه احنا لو احنا في الرحلة التعليمية بتاعتنا بنبقى عايزين نشتغل على داتا سيتس ممكن ما يبقاش عندنا enough data, ففي a lot of popular data sets موجودة ممكن تستخدموها وتشتغلوا عليها زي MNIST. MNIST اللي هي عليها مثلا الهاند رايتنج بتاع الكلمات مثلا, اعتقد انه حتى العربي موجود في اللايبري في you can make use of it. وفي في للفاشن برضو اللي هو القميص والتيشيرت بس من ان جري سكيل برضو موجود. في مثلا ايمج نت هنتكلم عليها برضو, اتس ا فيري لارج داتا سيتس للايمجز, وكالتيك وكالتكس 101 and 256, ودول طبعا ارقامهم بيزد على عدد الكلاسز اللي موجوده فيهم او عدد الانواع الاوبجكتس الموجوده فيهم. We a lot of other datasets. ودي كلها تحت في pre-trained models عليها, وممكن دي حاجات تستخدمها أو تبتدي منها الجورني بتاعتك لو اليوز كيس بتاعتك قريبة من الداتا اللي موجودة فيها. يعني الامنت زي ما احنا شايفين دي الهاند رايتنج تمام, ومثلا الصفر مكتوب بأكتر من طريقة, ونفس الكلام بقية الأرقام دي جزء من الداتا سيتس طبعا في جزء أكبر موجود, ونفس الكلام للكلمات, ونفس الكلام للتالي العربي متهيئ للعربي موجود, أنا صح مش متذكر فحد منكم ممكن يتشك. فتقدروا ان انتوا تستخدموها ان انتوا تعملوا intelligent أو say OCR. OCR ما كانش بيبقى intelligent قوي, بيبقى بياخد التقارب ما بين اللي مكتوب تمام, بس using machine learning and deep learning ممكن تبني حاجة that's more intelligent using AI to identify the handwriting as well. MNIST is a good dataset to start from. MNIST fashion نفس الفكرة بس للفاشن, يعني جزمة شراب تيشيرت بنطلون شنطة موجودة منها أشكال مختلفة وأشكال كتيرة تمام, وموجوده جري سكيل. فانت ممكن تبقى داتا سيت او بتشوف موديل مبني عليها لو انت هتبني يوز كيس ليه علاقه بالفاشن وتبتدي منها بدل ما تبتدي من الصفر. سايفر 10 فيها 10 كلاسز من الداتا سيتس مثلا, على سبيل المثال لو انا رايح ابني حاجه ليها علاقه بالقطه بتاعتي في البيت مثلا, فممكن ابتدي بحاجه بري تريند على سايفر تمام, فبالتالي اقدر اروح اشوف ريز نت او اشوف اي موديل بري تريند على حاجه زي كده واقدر ابتدي منها. فيقدر ان لما ابني الحاجه الكاستم الخاصه باليوز كيس اللي انا هعملها تطلع لي مور اكوريت ريزلتس عن اللي موجوده. وفي ايفن اذر داتا سيتس فور بليسز من MIT موجوده, ودي بتعمل لك الايمج كلاسيفيكيشن او السين ديتكشن, فدي بتبقى مفيده جدا. وفي طبعا الفيموس ايمج نت داتا سيت بنتكلم في حوالي 14 مليون صوره وحوالي 22 الف كاتيجوري, بتقريبا فيها اغلبيه الحاجات واغلبنا بيروح للايمج نت, يعني يروح ريز نت تريند على ايمج نت. ليه؟ لانه موست لايكلي اليوز كيسز هتبقى اوريدي موجوده او الموديل اوريدي بري تريند بشكل عنيف, فاقدر ان انا استفيد منه ان انا لما ابني او كاستم موديل على الكاستم ديتا بتاعتي اخد جزء كبير من الاكيورسي اللي موجوده فيه. على سبيل المثال لو انا بعمل حاجه ليها علاقه بالعربيات او المرور وهبنيها كاستم, مش هروح مع الريكوجنيشن, اقدر اشتغل مع حاجه مبنيه او بري تريند على ايمج نت, فيقدر يطلع لي بيتر ريزلتس عن ان انا ابني حاجه فروم سكراتش بنفسي. طبعا ايمج نت لما عملوا لها تريننج على 14 مليون صوره استخدمت امازون ميكانيكال تيرك. امازون ميكانيكال تيرك دي سبرت سبسيدري من امازون, بتقدر ان انت تدي لها تاسكات والتاسكات دي بتيجي الناس دي بيعملوا الفيري تريفيال تاسكس, لو بيجي له صوره يقول له الصوره دي قطه ولا كلب عربيه ولا طياره وهكذا, وهو بيجاوب او بيعمل ليبلنج للديتا اللي بتجي له دي وبيخلص تاسكات كتيره في وقت قصير. فورشنتلي احنا في سيج ميكر عندنا انتجريشن مع امازون ميكانيكال تيرك, فانت من سيج ميكر يو كان انيشيت ا جوب, هتروح للامازون ميكانيكال تيرك تعمل لها تريننج وترجع لك الريزلتس. فور ليبلنج برضو في الجراوند تروث سيج ميكر جراوند تروث اللي هو بيعمل الموضوع الانتجريشن مع
ميكانيكال ترك بيسبورت كاستم فيندورز برضه. ففي كاستم فيندورز بيعملوا ليبلنج للاربك داتا سيتس، فبيعملوا ليبلنج لل مثلا الاربك تكست او مثلا حاجه لوكالايز للاربك ريجنز، ففي كاستم فيندورز برضه بيشتغلوا على الحاجات دي. و اوبن ايمج داتا سيت از ويل، اللينكس موجوده عندكم تقدروا تدخلوا اكتر وتعملوا اكسبلوريشن على الداتا سيت دي، واذا كانت بتبقى مفيده ليكم. ال convolutional neural network هنتكلم عليه، ايه convolutional network كمان شويه سي ان ان، بس دي 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 somehow one of the core زي ما نقول كده family of algorithms او طريقه تمام architecture للديب ليرنينج الجوريزم اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل الاوبجكت ديتكشن والايمج كلاسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عنه. ويمكن الموضوع بدا من اول اركتكتشر اللي طلع لسي ان ان، طلع في من كان في 1998 والابديت بتاعه 1989 والابديت بتاعه 1998 من ال نت، وبعد كده أليكس نت. وطبعا يعني البروفيسور ده كان في يونيفرسيتي اوف تورونتو، دلوقتي في جوجل مثلا. فيجي نت كان في فيجوال جيومتري جروب اوكسفورد، ودلوقتي جوجل ديب مايند. ريز نت مثلا ريسيرشر كان مايكروسوفت ريسيرش، دلوقتي في فيسبوك اي ريسيرش، وهكذا. المسج بس انا عايز اقولها هنا، طبعا في مودلز اكتر بكتير موجوده بس دي اشهر حاجات، وريز نت في جي جي نت يمكن مشهورين جدا. بس لما تقروا لو حبيتوا تقروا what they have done وتفتحوا اللينكس اللي موجوده لكم دي، هتكتشفوا انه الاركتكتشر اللي هم طلعوه لكل الجوريزم من الالجوريزم دي طلع بناء على الاكسبيرمنتيشن التجربه. يعني ما حدش عنده اكزاكت ساينس دخل عارف ان هو هيقعد يحل في حاجه لغايه ما يوصل، لا هو جرب مره يجرب الاركتكتشر باللايرز دي، مره يغيرها من يدبل العدد اللايرز، مره ينقص عدد اللايرز، مره يفصل ما بين اللايرز، وهكذا لغايه ما يوصل للبيست اركتكتشر اللي يحل المشكله بتاعته ويخليه وين كومبيتيشن تمام فور ايمج اوبجكت ديتكشن مثلا على سبيل المثال. فدي دي الفكره. فالديب ليرنينج somehow it's يعني magical، بس هو الفكرة بتاعته الexperimentation والتجربة ومعرفة ان انت ازاي تaugment وتحضر الداتا بتاعتك، وفي طبعا شوية حاجات ازاي تمنع الoverfitting والكلام ده، بس غير كده التجربة هي بتبقى اهم حاجة فيه، ان انت تعرف انسب طريقة تقدر تشتغل بيها. طيب الموضوع بدأ ازاي؟ طبعا الموضوع بدأ بفكرة النيورال نتورك بيرسبترونز، اللي هي فكرة انه احنا عايزين نقلد النيورونز بتاعت البني ادم وعايزين نعمل حاجة مشابهة. ليه؟ النيورونز بتاعت البني ادم اللي هي بليونز موجودة في مخنا بتقدر بكل سهولة انها تساعدنا في كل حياتنا، تقدر تعمل الكمبيوتر فيجن او سوري الهيومن فيجن، اي نوت الكمبيوتر فيجن، الهيومن فيجن ان انا اقدر اشوف صورة او اشوف شخص او اشوف حيوان او اشوف سين معين او مشهد معين، واقدر اليبل في دماغي على طول المشهد ده او الصوره دي واقدر ادلها معنى. في نفس الكلام الفكره طلعت قال لك طيب احنا عايزين نستخدم نفس الكونسبت ونفس التولز بان احنا نبني نيورال نتورك دي تقدر تساعدني لو انا مثلا شفت صوره قطه تمام داخلالي، اقدر منها اخلي بقى الكمبيوتر يبقى عنده كابابيلتي شبه الكابابيلتي بتاعت البني ادم، يبروسس الصوره دي ويطلع لي في الاخر الاوتبوت، يقول لي دي صوره قطه ولا كلب ولا مثلا ولا معزه ولا حصان ولا ايا كان بقى. فازاي اقدر ابني حاجه بتاكت بنفس طريقه البني ادم عشان تعمل حاجه زي كده؟ فبمنتهى ببساطه، ففكره انه احنا هنعمل برسبترون ده نفس يعني نفس الفكره في المخ، بيستقبل سيجنلز اللي هي الانبوتس بتاعته تمام. فدي الانبوتس و الانبوتس دي بتتجمع بيزد على الويتس تمام، في ويتس بتعدلها
وكمان ممكن يتحلق حط لها زي بايس تمام وتضاف وي ابلاي عليها سم فانكشن والفانكشن دي وانس ان ابلاي تطلع لي الريزلت بتاعي اللي هي قطه ولا كلب مثلا. فده طبعا هو دي سمبليفايد اتس وان بيرسبترون او وان نيورون بس دي منتهى البساطه الايكويشن. فدي الفانكشن دي اللي بتشتغل بنسميها اكتيفيشن فانكشن تمام ودي الويتس مضروبه في الانبوتس مع البايس بجمعها عشان تطلع لي الفاليو اللي انا هعديها كانبوت والانبوت ده يطلع لي اوت. طيب نرجع تاني لفكره الصوره البكسلز بتاعت الصوره اللي هي فيها الكالرز والشانلز بتاعت الكالرز هي دي اللي هنديها كانبوت تمام ويحصل لها بروسيسنج وبعدين يطلع لي الاوتبوت والاوتبوت ده يقرر عليه بناء عليه اذا كانت قطه ولا كلب. تمام ف سواء نقول عليها بيرسبتون نقول عليها ارتفيشال نيورون ات از ذا سيم ثينج والاكتيفيشن فانكشن هنتكلم عليها كمان شويه مش يعني في السلايد دي. ايه فكره الاكتيفيشن فانكشن؟ انه طبعا انا لو انا رحت اخذت الداتا زي ما هي جمعتها وطلعتها وطلعت لها الاوتبوت فانا كده قلبت من اكتيفيشن فانكشن من نيورال نتورك قلبتها لايه linear regression especially لو هي one layer. ففكره النيورال نتورك ان احنا عايزين نابلاي نون لينير ايكويشن تمام. يعني ايه فكره النون لينير ايكويشن؟ انا عايز لان انا في الاخر ما اعرفش المعادله دي اتعملت ازاي فانا عايز ابني اركتكتشر ده ياخد الانبوتس وهو مع نفسه يقعد يتعلم لغايه ما يطلع لي احسن كومباينيشن من الويتس مضروبه في الانبوتس مع بايس بشكل معين يتابلاي عليه فانكشن تغير من شكله تمام. يعني ايه تغير من شكله؟ يعني لو انا خدت السيجمويد فالسيجمويد من 0 ل 1 فالداتا بتاعتي داخله او المجموع طلع لي بشكل طلع لي مثلا 1500 2000 حسب الايكويشن عامله ازاي هيخش هنا هيطلع لي مثلا 0.3 تمام ما طلعليش الرقم اللي كنت شايفه قبل كده عشان كده بنسميها نون لينير فانكشن. فالريزلت هنا مش لينير خالص طلع بشكل مختلف بسبب الاكتيفيشن فانكشن اللي انا استخدمتها هنا في الحاله دي اسمها لوجيستيك سيجمويد فانكشن. طيب في انواع مختلفه في 10 اتش وفي ريلو. طيب هم طبعا بيزد على الاكسبيرمنتيشن والريسيرش لما بطلع اوتبوت الاوتبوت ده لباينري كلاس 0 1 فانا محتاج في الاخر ان انا يبقى اخر فانكشن عندي اسمها سيجمويد تمام. لو انا بعمل انترنالي ما بين النيورونز او بين اللايرز المختلفه بابلاي الترانسفورميشن فانا الريلو اتس مور ريلايبل وبيطلع ريزلتس اعلى تمام. وال10 اتش ليها اتس اون سبيسيفيك يوز كيسز. طيب احنا هنا بنتعلم فكره ايه اللي بيحصل بس حقيقه انا طبعا في كود هنعمله مع بعض هنشوف الكلام ده ديبلي ازاي بيتعمل بس حقيقه في الحقيقه انت مش محتاج انت محتاج تستخدم موديل او الجوريزم جاهز. لو رجعنا ورا كده ريزنت لو استخدمته مثلا سيبي مثال one of the best ريزنت اوريدي جاهز اوريدي بري تريند على ايمج نت مثلا سيبي مثال فانت او انت مش محتاجين ان انتوا تبنوا الحاجات دي كلها from scratch بس برضو it's good and it's very useful ان انت تتعلم الحاجات دي اتبنت ازاي عشان يفرق معاك بعد كده وانت فاهم الحاجات دي اتعملت ازاي ان انت ازاي تمنع الاوفر فيتنج وازاي تعمل لها تيونينج وازاي تخلي الحاجات دي تاكت بشكل افضل تمام. فبنفهم عشان نعرف نستخدم الكلام ده مع بعض. طيب نتعمق شويه احنا كنا نيورون واحده تمام. دلوقتي انا عايز يبقى عندي مور كومبليكيتد اركتكتشر فده يعني بنسميه نيورال نتورك او بنسميه مالتي لاير بيرسبترون تمام. فزي ما احنا شايفين هنا الكونكشنز كله بيكونكت على بعضه عندي كده 1 2 3 4 5 فكل واحد بيكونكت الخمسه فكل واحد بيوصل له خمسه انبوتس جايين من الصوره اللي دخلت على الانبوت لاير بعد كده سمعت في الهيدن لاير
والهيدن لاير دي عملت بروسيسنج وطلعت لي اوتبوت، هيروح للاوتبوت لاير هيطلع لي في الاخر الاوتبوت اللي هي الكلاسيفيكيشن بتاعي. طب الهيدن لاير دي ممكن تبقى 100، ممكن تبقى 200، ممكن تبقى 300، مش شرط انها، ممكن تبقى 10، ممكن تبقى 5، مش شرط يبقى ليها استراكشر معين. واللايرز دي كلها كونكتد مع بعضها. طيب الاجين احنا نبقى متفقين مع بعض، هنا بيبقى عندي في كل الحاجات دي اكتيفيشن فانكشن. اوكي، فالحاجه تخش بيخش لها الصوره، هتخش وتخش تبعت لي البكسلز، والبكسل دي ويتس وتطلع لي الاوتبوت. وبعدين لو انا رحت للهيدن لاير، فالهيدن لاير برضو ليها its own activation function. تمام، فاحنا اتفقنا ريلو هنا هيبقى كويس لغايه ما يجي للاوتبوت هنا مثلا، واروح ابلاي مثلا سيجمويد عشان اشوف الكلاسز بتاعي اللي انا قطه ولا كلب مثلا. طب في منتهى البساطه دي الماثيماتيكال ايكويشن. هنا بيابلاي حاجه اسمها سوفت ماكس، خلينا نتكلم عليها كمان شويه، مش هتكلم عليها دلوقتي. بس هي الفكره ان انت او انت الاوتبوت بيطلع، الاوتبوت ده ممكن يبقى باينري اللي هو قطه او كلب او قطه او مش قطه مثلا، او ممكن يطلع ان عدد من كلاسز، قطه كلب فار مثلا، ايه تاني، حصان مثلا، معزه مثلا، خروف، وهكذا. فلو عندي مالتي كلاسز بستخدم حاجه اسمها سوفت ماكس. السوفت ماكس بيعمل ايه؟ انه في كل واحد هنا بيطلع بفاليو باكس مثلا، ده هنا فاليو مثلا اسمها اكس، وهنا فاليو اسمها واي، وهنا فاليو اسمها زد. تمام، بياخد كل الكلام ده وبيحطه في سوفت ماكس، سوفت ماكس بيطلع بروبابيليتي بس، ويقدر يقول لي بروبابيليتي ان هو ان الصوره دي قطه 90%، probability انها كلب 50%، probability انها مثلا ماذا 20%، وهكذا. وانت بتاخد اعلى probability وبيبقى الريزلت اللي انت تشتغل عليها. فاحنا قلنا again في الاوتبوت فانكشن بنستخدم سيجمويد لو انا عندي باينري كلاسز، لو انا عندي مالتي كلاس بستخدم سوفت ماكس. تمام، ودي الايكويشن بتاعته، ودي الايكويشن بتاعت السيجمويد. طيب في ناس طبعا مهتمه بموضوع الماثيماتكس، حسب انت عايز تتعمق قد ايه، بمنتهى البساطه يعني تفهم ان ده اكسبوننشال وده باور ماينس اكس، والاكس ده الانبوت، فده اللي انت محتاج تعرفه. لو انت عايز تتعمق اكتر وتشوف ازاي الايكويشن دي اتعملت وايه الاوبشنز اللي ممكن، ده حاجه طبعا جميله ويو كان جو اهيد، بس انت مش محتاج الحاجات دي عشان تبني بيها ابلكيشن. انت محتاج الحاجات دي عشان تبني مثلا بيتر مودلز مثلا، او تقدم ريسيرش بيبرز بتاعتك، او تعمل حاجات افضل. بس يعني خليني اقول في موضوع البيتر مودلز، يعني ممكن انت تدايف ديب في العلم نفسه، بس في الاخر which is very important، يعني ممكن يخليك راجل very well recognized في الاريا دي، بس في الاخر هت enhance الموديل بكام؟ ممكن 2% 3%. تمام، لو انت يعني تدوس شويه تحاول تبني your own architecture. لكن في غالب الوقت انت بس محتاج اللي انت تعمله ان انت تبني او تستخدم الحاجه بشكل مظبوط. يعني استخدم ResNet، اروح استخدم ResNet وادي لها داتا فيها varieties، فيها بالانس، فيها اوجمنتيشن معمول، هروح استخدم اسمه ده، احط لها هايبر باراميترز تطلع اوتبوت مظبوط، وامنع الاوفر فيتنج من انه يحصل. ده المهم لو انت بتتكلم على براكتيكاليتي للابلايد ماشين ليرنينج، او ان انت تستخدم الماشين ليرنينج ده في ابلكيشنز، سواء بقى تفيد البيزنس او تفيد الحياه العامه في مجتمعاتنا او في الجهات الحكوميه المختلفه. فده اختياركم، كل واحد ليه الطريقه اللي ممكن يبص عليها.
طبعا لو قال لك لو انا بعمل ريجريشن، لانه طبعا النيورال نتوركس وي كان يوز ات فور سولفينج نيوميريكال بروبلمز، يعني ممكن اعمل بيها فوركاستنج، ممكن اعمل بيها باينري داتا كلاسيفيكيشن اللي هو نتكلم على داتا بقى ما بنتكلمش على ايمجز. فعشان كده برضو لو انا بعمل حاجه زي كده، طبعا هنا بنتكلم على ريجريشن، يعني بتوقع بعمل ريجريسور عشان اتوقع رقم معين، فانا طبعا ممكن استخدم لينير فانكشن. تمام، يعني ايه لينير فانكشن؟ يعني متوسط الخط اللي انا رسمه ده. تمام، بس طبعا اللينير ممكن تمد لتحت، او لو انا هعمل ريلو بستخدم بس البوزيتيف بارت من اللينير فانكشن. فده دول تو اوبشنز. فورورد بروباجيشن، طبعا احنا خدنا الصوره دخلت للانبوت راحت للهيدن لايرز طلعت للاوتبوت، ده بنسميه بمنتهى البساطه فورورد. تمام، بس ده كان في الاول. بعدين اكتشفنا ان احنا محتاجين نفكر في فكره الباكورد بروباجيشن. ليه باكورد؟ لان انا اول لقطه الاوتبوت بتاعي مش طالع صح، مش طالع مظبوط، دخلت له صوره قال لي كلب دوج. تمام، فعايز اروح ارجع الف وارجع تاني واغير. اغير ايه؟ اغير في الويتس، في ويتس هنا عايز اقعد اغير فيها في اللايرز دي، حتى في الهيدن لايرز في ويتس عايز اغيرها. وفي ساعات برضو بيبقى فيه بايس، ساعات حتى بيبقى فيه بايس هنا، فعايز اغير في البايس، اغير القيم دي يتغير معايا الاوتبوت. تمام، دخلت الصوره طلعت لي دوج، غيرت طلعت لي كات. تمام، دخلت الصوره اللي بعدها طلعت لي دوج، غيرتها طلعت لي مثلا خروف، غيرتها تاني طلعت لي دوج تاني، تالت مره، رابع مره غيرت طلعت لي كات، وهكذا. فالباك بروباجيشن ده بيساعد انه تو انكريز الليرنينج بتاع الداتا والمودلز بتاعتي. طيب هشام، في سؤال من احمد الجوهري. اتفضل يا احمد. جوهري اتفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا جزاكم الله خيرا يا باشا، ربنا يكرمك. انا بس كان عندي سؤال، هل الديب ليرنينج دايما سوبرفايز، يعني دايما في ليبلز وكده، ولا ممكن ابلاي الكلام ده مع حاجه انسوبرفايز؟ هل دايما عندي ليبلز؟ بص، الحاجه الثانيه ممكن تشتغل ري انفورسمنت مع الديب ليرنينج، ده الاوبشن الثاني، فبتميكس الانسوبرفايز مع السوبرفايز. الو، طيب، هو في حاجه فرع ثالث غير السوبرفايز اسمه الري انفورسمنت ليرنينج. تمام، الري انفورسمنت ليرنينج هينفع في حالات الكمبيوتر فيجن. ليه؟ لانه بقدر يبقى عندي ريورد وبانشمنت ميكانيزم، فاقدر اقول للموديل وهو بيتعلم كانك بتعلم ابنك الصغير، فعمل حاجه صح تمام فبديله ريورد، عملها غلط بديله يعني مش بانشمنت، يعني بضربه يعني، بس بانشمنت اللي هو بشيل منه الريورد اللي هديها له، او بدينه ماينس او نيجاتيف بوينتس. فبالطريقه دي الموديل بالري انفورسمنت ليرنينج بيبتدي ياكت، يتعلم لوحده بعد شويه ويبقى انسوبرفايزد. وعشان وده الطريقه المستخدمه في الاوتونوموس فيكلز مثلا، اللي هي وده احنا شفناه، يعني شفنا ان تسلا في الاول في حوادث خطيره حصلت، يعني يمكن اول حادثه كان العربيه ماشيه في طريق، والطريق يعني عدت عليه كذا مره، بس كان في عربيه نقل الدايمنشن بتاعتها ما كانتش في الداتا بتاعتهم، وكانت عاليه شويه العربيه من تحت تقريبا، السواق العربيه معدل عمل تعديلات في العربيه، وكانت صاحبها سايبها ونايم، فالعربية دخلت تحت العربية النقل وتوفى صاحبها. فليه؟ لأنه اليوز كيس دي ما تشافتش، بس اللي حصل ايه؟ انه طبعا هم الديتا دي بتبقى فيدد لايف، لا قدر الله بس هو في حد توفى فيها، دي حل المشكلة. بس بعد كده الموديل اوتوماتيكلي بيتعلم، لأنه بانشت انه الاكشن بتاعك اللي هو كان انسوبرفايزد في اللقطة دي كان اكشن غلط، فحصل له بانشمنت، فالموديل يبتدي يحسن من نفسه. تمام، فاديتك مثال يعني غريب شويه، بس يعني اتمنى انها تكون وصلت. تمام، جزاك الله خير. لا العفو.
طيب ازاي اعمل بقى الباك بروباجيشن؟ ما انا عشان اعمل باك بروباجيشن لازم احسب حاجه اسمها الكوست فانكشن، لازم احسب اللوس بتاعي، انا خسرت قد ايه، ايه الكوست اللي عليا. تمام، ففي الايكويشن، الايكويشن دي اجين عايز تتعلمها اتس فاين، مش عايز تتعلمها اتس يعني سطر كود او سطرين كود، حتى لو هتكتب ديب ليفل تبني الاركتكتشر بتاعك بيقدر يعمل لك الحسبه دي، وهنشوفها مع بعض النهارده. فالكوست فانكشن دي محتاج بس اعرف انواعها. ففي الباينري كلاسيفيكيشن بنسميها كروس انتروبي فور لوجيستيك. تمام، طبعا احنا الباينري ساعات يعني لو فاكرين في المره اللي فاتت اتكلمنا على لوجيستيك ريجريشن، تمام، للباينري كلاسيفيكيشن يوزنج اللينير ليرنر مثلا او اللينير ريجريشن. فاللوجيستيك اللي هو يعني في تو كلاسز او لا، فعشان كده بيتسمى كروس انتروبي فور لوجيستيك. فدي اول نوع من اللوس فانكشنز او الكوست فانكشن. والنوع الثاني السوفت ماكس، تمام، اللي هو مالتي كلاس. وطبعا لو هي ريجريشن بروبلم، تمام، ففي حاجه اسمها مين سكويرد ايرور، او ساعات سكويرد ايرور، او ساعات الابسولوت سكويرد ايرور. في اختلافات طبعا ما بينهم، بس يعني هي اللي دي بتستخدم عشان تحسب لي اللوس فانكشن. طيب ده هيفيدني في ايه؟ اجين في الناس اللي هتتعمق، جود لك، حاجه كويسه جدا، تعمقوا، مفيش حاجه تضر. الناس اللي مش هتتعمق، معرفه الحاجات دي بتبقى مهمه عشان انت وانت حتى لو رحت عملت تريننج على الريكوجنيشن كاستم ليبلز هيجي يطلع لك ميتريك ويقول لك اللوس فانكشن كذا. تمام، فانت عرفت احنا اتكلمنا مره فاتت على F1 سكور مثلا، يقول لك F1 سكور كذا، فانت عرفت F1 سكور معناه ايه، احنا اتكلمنا عليه في السيشن اللي فاتت، وعرفت اللوس فانكشن معناه ايه. فانت بتعدل في الداتا بتاعتك، بتعدل في الموديل بتاعك، عارف ايه المشاكل اللي عندك. ممكن يديك لوس فانكشن قليله جدا، فانت بتقول لا انا تمام انا فل، بس الاف 1 سكور مش كويس، فانا انا محتاج اعدل حاجات معينه. فده بيفرق معاك ان انت تبقى فاهم الحاجه دي معناها ايه واستخدامها ايه، فيفرق معاك في تعامل حتى مع اي بي اي زي ريكوجنيشن. فاجين انا عشان الف وارجع تاني، فانا محتاج اعرف اللوس بتاعي. طلعت لقدام فورورد بروباجيشن، حسبت اللوس بتاعي، لقيت اللوس بتاعي عالي، مثلا لقيت اللوس بتاعي 0.7 which is very big number، كل ما يقرب من صفر كل ما احسن، كل ما يقرب من واحد ده رقم عالي. تمام، عكس الاف 1 سكور، الاف 1 سكور كل ما يقرب من واحد يبقى كويس، كل ما يقرب من الصفر يبقى مش كويس. فعرفت ان اللوس فانكشن بتاعتي هنا عاليه. تمام، فاللي هيحصل ايه، او الكوست فانكشن حسب ما عايزين تسموها ايه، اللي الاسم الاثنين الاسماء بيستخدموا في المشين ليرنينج. فاللوس فانكشن عاليه، فانا هضطر ايه اروح اعمل باك بروباجيشن، اروح ارجع تاني اقول لهم خلي بالكم انا اللوس عندي عالي. تمام، فيبتدي الويتس تتعدل. تمام، وناخد لفه تانية. تمام، لغايه مثلا ما اوصل والاقي اللوس فانكشن بتاعتي مثلا 0.2 مثلا، اقول انا كده تمام، this kind of loss I can accept it. تمام، مش optimum، مش صفر، صفر ده يعني مش محتاجينه لانه ده هيؤدي الاوفر فيتنج، بس انا بالنسبه لي كده تمام. فانا كده عندي good loss function، والمفروض انه ال F1 score والaccuracy بتاعتها تطلع كويسه. طيب في تكنيك برضو بنستخدمه لنمنع الاوفر فيتنج اسمه دروب اوت. ايه دروب اوت ده؟ زي ما احنا شايفين دي اللير او الوضع الطبيعي على الشمال، باجي اقول دروب اوت بنسبه 0.3 او 0.4 مثلا. تمام، فيدروب مثلا في الحاله دي تقريبا هو عمل دروب 2 من 5. تمام، مش عارف صراحه الايكويشن تبقى عامله ازاي، من 45% تقريبا. فعمل دروب 2 من 5 وعمل دروب لكونكشنز، فده بيتم بشكل عشوائي. تمام، فده بشكل راندوم مع كل لفه او كل تريننج بيحصل بيتم بشكل عشوائي عشان ما يبقاش في اوفر فيتنج. فاللي بيحصل ايه، انه ده بيمنع ان الموديل يحفظ الطريق انه الصوره دي سبيسيفيكلي اللي هي بالالوان بتاعه القطه، شفناها لونها اصفر وشكلها غريب كده، الصوره دي هو حفظ لو انا رحت بالطريقه اللي على الشمال ممكن بعد شويه يحفظ المسار بتاعها، يحفظ انه الصوره دي، خلينا نرسمها هنا
الصوره دي مثلا دخلت من هنا عدت هنا تمام طلعت على هنا مثلا بالشكل الفلاني وبعدين ده دي فلاير واللاير الثانيه دخلت من هنا عدت هنا طلعت هنا طلعت كده وهكذا مثلا جت هنا سوري طلعت كده فبعد شويه ده بعد لف التريننج اللي بيحصل حسبه معينه ويطلع المسارات تطلع محفوظه بالظبط على الصوره دي تمام اجي اديله صوره تانية الموديل يعق يعني ايه يعق مش عارفها لان هو حافظ طريقه معينه فدروب اوت بيعمل ايه فانا في مسار كامل عملت له دروب فانا بدخل التريننج فهو بالتالي مش هيقدر يحفظ الطريق اللي اقصر طيب واللفه اللي جايه ممكن اتش 3 واتش 4 اللي يقع ويقعد اتش 2 واتش 5 واللفه اللي بعدها اتش 1 ممكن اللي يقع مثلا مع اتش 2 ومن باقي 3 و4 و5 وهكذا فده بيربك الموديل فما بيخلوش حافظ الطريقه فبالتالي بيمنع الاوفر فيتنج طيب ال في كونسبت مهم جدا في الباك بروباجيشن اسمه الليرنينج ريت تمام فالليرنينج ريت ده اللي بروح للويتس بتاعتي وبطرح من الويتس بتاعتي الليرنينج ريت ده الليرنينج ريت ده المفروض يبقى من واحد برضو للصفر فمثلا اجي اقول الليرنينج ريت 0.1 فطلعت اللوس بتاعي 0.7 اروح ارجع والف تاني واطرح من الويتس اللي محطوطه 0.1 طلع لي ويتس جديده واستخدم الويتس الجديده دي واجرب بعد شويه ارجع والف تاني واطرح 0.1 وهكذا ده الليرنينج ريت الليرنينج ريت في بعض في البري تريند مودلز كل ما اقرب من واحد كان احسن في البري تريند يعني هي نفس اليوز كيس بتاعتك نفس الحاجه بتاعتك فانت ايه بتعلمه على شويه داتا بس جديده شويه مش محتاج تعلمه من سكراتش تمام بس في اغلبيه الاوقات الداتا بتاعتك في الكاستم مودلز مش هتبقى بري تريند تبقى حاجه فيري كاستم يعني انت ما اتعملتش قبل كده حتى لو هتستخدم بري تريند مودل فهتضطر ان انت تعمل ليرنينج ريت قليل 0.1 ده حتى مش هيبقى مناسب تلاقيك رايح ل 0. مثلا 0.01 مثلا في اوقات كثيره جدا عشان فبالتالي الحركه بتاعتك بطيئه طبعا ده بيستهلك جي بيوز وبيستهلك وقت وبيستهلك ميموري بس للاسف لانه ده بيطلع ممكن هيطلع لك ريزلتس كويسه ف تو سمول اور تو لارج ات ديبندز اون السيتويشن بتاع الموديل بتاعك الاركتكتشر بتاعه البيهافير بتاعه حجم الداتا سيت بتاعتك حجم الداتا اللي موجوده عندك حجم الليرنينج اللي معمول ف اسبيكتس كثيره جدا وده جزء من حاجه بنسميها ايه هايبر باراميترز افتكروها تبقى اتش بي هايبر باراميترز هنتكلم عليها تمام لان احنا مشكله الليرنينج ريت والهايبر باراميترز ان احنا مش عارفين ايه الكومباينيشن اللي بيطلع احسن ريزلت فده بياخد شويه وقت ومجهود مننا طيب الليرنينج ريت ده بيسمى في حاجه اسمها جريدينت ديسنت تمام فكره الجريدينت ديسنت بتاعك انه الداتا بتاعتك طبعا احنا بنتكلم على رسمينها لكم هنا بشكل 2D بس هي الحقيقة طبعا احنا مش نتكلم على 2D بنتكلم على اكتر فالموضوع بيبقى كومبلكس ان انت لو الداتا بتاعتك شكلها في الكيرف ده بالشكل ده تمام فاحنا عايزين نمشي من فوق لغاية تحت ونوصل للنقطة اللي في النص اللي في البوتم دي فده بنسميه gradient descent تمام للlearning rate باخد learning rate بتاعي وادور على اصغر نقطه تمام اقدر ان انا اوصل لها في الداتا بتاعتي تطلع لي البيست ريزلتس يعني ايه بيست ريزلتس يعني بيست ويتس تمام اللي بتقدر تطلع لي بيست اكيورسي او اف 1 سكور مثلا اكتب لكم اف 1 هنا تمام فطلع لي احسن اكيورسي بس على الشمال ده الاوبتيمم في مشكله كبيره انه الجرافس بتاعتي بتبقى كومبليكيتد بتبقى حاجه زي كده بنسميها في مالتي مينيمم تمام يعني ايه مالتي مينيمم يعني اكتر من نقطه تعتبر مينيمم بس انا عايز اوصل للنقطه اللي هي دي اللي انا عملت عليها نقطه صح دلوقتي تمام عشان اوصل للنقطه دي وانا بتحرك بمثلا في حاجه 0.001 غالبا مش هوصل لها
ليه؟ لان انا كل ما حاجه اوصل لها هلاقي ان الموديل بتاعي مش بيتحسن، وبالعكس بعد مثلا ما وصلت الاكيورسي ل 70% الاقي نفسي كل شويه عمال بتذبذب، بنزل ل 65 64 واطلع ل 68 69، وياخد وقت ومجهود كبير قوي. عشان كده حجم الليرنينج ريت مهم. ففي الحاله دي الليرنينج ريت ممكن يبقى 0.1 اور 01 مثلا اور 05، ممكن يطلع لي ريزلتس احسن. ليه؟ لانه الفكره في الجامب نفسها، فالليرنينج ريت يجي جامب هنا عشان الفرق من هنا، فيلاقي نفسه ان هو نط هنا. تمام؟ فلما يلاقي النط هنا يقدر يبقى عدى اللوكال مينيمم ده، يقدر ان هو في الحسبه اللي جايه نلاقيه جامب نزل هنا، والحسبه اللي بعدها نزل هنا، وهنا يديني مثلا 0.85 which is much better accuracy، وده حاجه يعني ريت كويس جدا او سكور كويس جدا اقدر اعتمد عليه. فدي فكره الجريدينت ديسنت والليرنينج ريت. تمام؟ الليرنينج ريت لو صغرته قوي ممكن يوقعني في موضوع اللوكال مينيمم، لانه ده حسب شكل الداتا بتاعتي، ولو كبرته قوي ممكن يعدي. تمام؟ ممكن تبقى دي هي اللوكال مينيمم، فممكن يعديها ويروح لنقطه مش كويسه. فعشان كده في كونسبت اسمه هايبر بارامتر تيونينج بنستخدمه، وبنستخدم سيج ميكر، في تول جميله جدا بتستخدم statistical search اسمه بيزيان سيرش، بانها تقدر تسيرش على احسن learning rate للداتا بتاعتك. فوانس ان انت لقيت احسن احسن learning rate او احسن هايبر بارامتر تقدر تستخدمه عشان تطلع ال right results for you. طيب هشام، في سؤال برضو من رابي، ثانية واحدة. اتفضل اتفضل يا رابي. اتفضل يا رابي. ايوه اتفضل اتفضلي. طيب طيب اتفضل يا عماد. السلام عليكم باشمهندس. معلش انا عندي سؤال تاني ليه علاقه بالاكتيفيشن فانكشن واللوس فانكشن. دلوقتي مثلا انا كنت حصل معايا انترفيو، انا عارف ان الموضوع ده هو في نفس الموضوع، بس سالت كتير في ليه استخدمت مثلا الاكتيفيشن فانكشن دي وليه ما استخدمتش دي، هو السيجمويد مثلا ليه ما بنستخدمش السيجمويد مثلا، وايه مشكله الفانيشنج بروبلم. هل ده طبيعي ولا انا مجرد ما انا بعرف الكود وبعرف اكتبه وبعرف اعمله فخلاص مش بتسيل بالديتيلز دي؟ هو يحتمل مين المكان اللي عمل لك انترفيو، ممكن يكون المكان ده عايز ريسيرشرز او ساينتست، بس مش شرط ان انت تبني ماشين ليرنينج ابلكيشنز ان انت تبقى عارف ان ديتيلز. بس اجين هي الفكره ان انت تبقى عارف البيزكس، يعني انت عارف ان انت تروح سيجمويد للباينري، اروح سوفت ماكس للمالتي كلاس، عارف ان في مثلا زي ما اتكلمنا المره فاتت في اف 1 سكور، في بريسيشن، في ريكول، وفي عارف الحاجات دي، عارف الفانيشنج جريدينتس، يعني ليه مشكله الليرنينج ريت والجريدينت. تمام؟ هي المشكله ليه؟ عشان لما انت بعد كده تبني تلاقي ان انت عايز تعمل هايبر بارامتر تيونينج جوب، مش محتاج ان انت تبني الحاجات دي، مش محتاج تفهم الساينس الاراوند، بس انت عارف هو بيستخدم ليه، انا بعمل دي ليه، انا ليه بدور على الليرنينج ريت، ليه بسيرش، وليه مش مفيش طريقه مباشره، يعني ليه مفيش معادله احطها تقول لي immediately ليه لازم اعمل رن على جي بي يوز واصرف باور وادفع فلوس عشان ادور على احسن كومباينيشن. تمام؟ اوكي بس يعني بس تبقى عارف ايه السبب بس. تمام اوكي فهمت حضرتك. بس هو مكان كبير المفروض يعني، بس ان شاء الله نتمنى كل الاماكن تبقى زي امازون، ما يسالوش ان ديتيلز في الحاجات دي. اوكي شكرا. يعني حسب، انا لو انا جاي اعينك في امازون ماشين ليرنينج سبيشالست هسالك. انت فاهم؟ لو جاي بيعينك في امازون سولوشن اركتكت زي كده مثلا جنراليست، مش تمام. يعني مش هيخش معاك في الديتيلز دي. تمام؟ فحسب أوكي. انت يعني انت انهي ليفل عايز توصله. كان الوظيفه ماشين ليرنينج سبيشالست، فعشان كده يعني فكان في الديتيلز دي، يعني كل حاجه ليها الديتيلز ولازم اوضح الموضوع، يعني مش بس ان انا حتى في كتاب اتفضل.
سوري ماشي اتفضل اتفضل يا شباب. لا كنت اقول لك في كتاب اسمه دي تو اي، انا شيرته على جروب قبل كده، شيره تاني. الكتاب ده مكتوب ماشين ليرنينج ساينتست من امازون، بياخدك فروم بيزكس تمام، وعليه الوت اوف نوت بوكس لو انت عايز تتعلم الساينس وليه الفانيشنج جريديانتس وايه الفرق ما بين الاف 1 سكور وغيرها، ايه السوفت ماكس وايه اللوجيستيك وايه الاكتيفيشن فانكشن كمان، هيشرحها لك بشكل ديتيلد جدا. هو اونلاين فري بوك، مش محتاج تدفع فلوس من اللابتوب او التابلت بتاعك، تقدر تخش تبراوز وتقراه وتستفيد منه. فعامه عادي جدا، ان شاء الله ربنا يكتبها لك في مره جايه. بس يعني برضو لو انت عايز تفهم الحاجات دي شغاله ازاي، فانت مش محتاج تبقى يعني مش محتاج تبقى برضو ساينتست، يعني انت انت ببساطه تقدر مع الوقت تتعلمها ومع الوقت تبقى اكسبرت فيها. اوكي ايش تمام تفضل يا طيب احنا كده خلصنا فكره النيورال نتورك والفورورد بروباجيشن والباك بروباجيشن والدروب اوت والجريدينت ديسنت والليرنينج ريت، واتكلمنا على مبدئيا فكره حاجه اسمها هايبر باراميترز، نتكلم عنها بعد شويه. دلوقتي انا عايز اتكلم على ايه، اتكلم على النيورال الكونفولوشنال نيورال نتوركس، وايه الكونفولوشنال نيورال نتوركس وايه البولينجز وايه الكونسبتس دي. بمنتهى البساطه النيورال نتوركس كانت جميله وكل حاجه، بس it was really 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 complex تمام. عشان ابتدي اعمل دخل صوره، والصوره دي 200 في 200 طبعا، وهي colored 3 channels تمام، فده بيديني حوالي 120 الف انبوت تمام، كونكتد ل 100 يونت ثانيه فهيديني 12 مليون انبوت وهكذا. تتخيلوا الكومبلكس الكومبلكسيتي اللي موجوده، كومبلكسيتي رهيبه جدا ان انا اتعامل مع صوره زي الصوره اللي قدامي دي، لانه النيورال نتوركس عايزه كل بكسل تمثل انبوت، والانبوت ده هيتاخد واشتغل عليه. فكان لازم نلاقي حل تاني نقدر نتعامل معاه من الصور دي. والحل ده يمكن انا مش متاكد صراحه اذا كان اللي عملوا الحل ده فعلا اتبعوا نفس فكره البني ادم ولا لا. الفكره في الاخر انت لما بتشوف صوره قطه بتعرف انها قطه ازاي؟ لو جالك مثلا نمر او جالك اسد، ما هم فصيله القطط حتى لو كانوا صغيرين بيبيز مثلا، you can recognize the difference. ازاي؟ في حاجات كاركتريكس معينه، شكل الودان مثلا، طريقتها، حجمها، طولها، مثلا شكل الرجلين، لون الجسم بتاعها مثلا، يعني حتى نوع انواع القطط المختلفه نفس الطريقه. فبالتالي ونفس الكلام، طب القطه قصاد مثلا حمامه مثلا، الحمامه ليها منقار، القطه ما لهاش منقار، الحمامه ليها رجلين بس، ورجلين بتوعها يعني اللي هو الشكل اللي هو شكل بتاع الطيور دوت اللي هو المخالب دي، لكن القطه ليها اربع رجلين ورجليها مختلفه تماما تمام، عشان بنيه الجسمانيه بتاعتها مختلفه. نفس الكلام الحمام ليها ريش. فالكاركترستكس دي هي اللي بتميز اذا كان دي قطه ولا حمامه ولا قطه سيامي من قطه مثلا مش سيامي وهكذا. فازاي اقدر اخد الخبره دي اللي انا بتكلم فيها واحطها في حاجه، الحاجه دي اقدر اريوز ات مالتيبل تايمز، وان انا اقدر اتعرف على الاوبجكت اللي داخله لي. فده بشكل تاني يعني او بشكل مبسط تاني، زي فكره ان انا وريز والدو تمام في الصوره دي، كلهم تمام بالنسبه لي، كلهم نفس الصوره، كلهم نفس الشخص، نفس الكاركتر تمام، مش هميز ما بينهم. ذس از ده الامبريشن اللي جالي من الصوره تمام. هو في راجل وفي ست، بس انا قلت عليهم والدو في الاخر وشبهتهم ببعض. ففي كومن كاركترستكس، ده اللي عينيا شافته وده اللي عينيا ميزته وده اللي انا جه في دماغي على طول. وفي الاخر زي ما احنا عارفين انه احنا بنتعامل مع بيكسلز وبنتعامل مع ايمجز، والايمجز ليها 3 شانل،
وليها بيكسلز بشكل معين، فانا كمان ممكن اكومباين كل البيكسلز دي واطلعهم في الاخر في رقم واحد. ليه؟ لان هي في الاخر هي ثلاثه شانلز، بس الشانلز دي كلها عباره عن تنسور، والتنسور ده عباره كانه ثلاثه ماتريسز مختلفين، والثلاثه ماتريسز دول ممكن اجمعهم على بعض واطلع في الرقم في الاخر بيمثل الشانل دي. فده ادى لفكره بنسميها الكونفولوشنال نيورال نتورك، واللي هو فكره ان انا ازاي ان انا اقدر اعمل فلترنج على الداتا بتاعتي واقدر اطلع بالفلتر ده الكاركترستكس بتاعها. فمنتهى ببساطه ايه اللي الكونفولوشنال نتورك بتعمله؟ ان انا بعمل زوم ان وباخد فيتشرز، والفيتشرز دي بعمل لها اختصار وبحطها في اوبجكتس اصغر اقدر استخدمها انها اطلع منها مور فاليو. فبالتالي يبقى انا بدات احل مشكله ان انا عندي انبوتس كثيره جدا وعندي لايرز بعدد ضخم جدا عشان اطلع منها الفاليو بتاعتي. ف على سبيل المثال هنا بيبقى فيه ده كيرنل، الكيرنل ده من 0 1 2 3، فبروح اضرب الكيرنل ده في اول 4 هنا هيضرب 0 في 0 ب 1، 1 في 1 ب 1، 2 في 3 ب 6، 3 في 4 ب 12، مجموعهم 19. هخش على اللي بعده تمام نفس الكلام، بصفر 2 8 و 15 15 يبقى 7 17 و 8 يبقى 25 وهكذا تمام. فبدات ان انا اسمرايز الداتا بتاعتي في اوبجكتس اصغر اقدر اتعامل معاها بشكل ابسط. طيب فالكيرنلز دي بتمثل لي فكره بنسميها الفلترز. الفلترز دي بقدر ابلايت على الصوره، بتقدر تطلع لي الصور بتاعتي بشكل مختلف. فتقدر تطلع زي مثلا هنا ايدج ديتكشن، فالفلتر ده تمام، الفلتر ده وانس ان انا ابلايت بيقدر يطلع لي من الصوره دي بتاعت، انا صراحه مش عارف ايه هو الحيوان ده صراحه، بس اخدها من برزنتيشن عندنا. بس يعني الفكره ان انا وانس ان انا ابلاي ذا فلتر ده عليه لقيته سؤال بس يا هشام هو ليه بيبرق كده؟ ما انا كنت لسه اقول سلعوه، بس انا قلت مش عارف الحيوان ده ايه. ف انا ما عنديش اجابه صراحه لموضوع التبريق ده، بس هي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها هنا انه انا عرفت الايدجز، عرفت شكل الودان، العينين زي ما انت قلت بيبرق، الشكل البق عامل ازاي وهكذا. فدي الايدجز، وفي الشاربن برضو تمام بيطلع لي معلومات تانية، وفي الجيسيوم اللي هو البلورينج برضو بيطلع لي معلومات تانية وهكذا. ففي الوت اوف فلترز بتبقى موجوده، والوت اوف فلترز دي بتابلايت على الصوره تقدر تطلع منها معلومه تفيدك او تفيد الموديل بتاعك في الاكسبكتيشنز او في الاكسكيوشن بتاعها، والاوبجكت بقى حجمه كمان اصغر من اللي هو اللي كان موجود عليه. بس في مشكله تانية انه بجانب الفلترنج او الكيرنلز، انه لو انا بمشي بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه ساعات الايدجز بتقع مني. فهو جاب لنا صوره واحده هنا على الايدج تقريبا نفس البنت، وقال لك طرح السؤال ده. ففي حاجه اسمها هنا كونسبت اسمه بادنج، البادنج ده بيقدر يكونسيدر كل الايدجز بحيث ان ما فيش حاجه تقع مني وانا بعمل الفلترنج بتاعي او الكيرنل بتاعي. فانا بعمل بادنج مع فلترنج فيطلع لي الاوتبوت. وكمان في كونسبت تاني اسمه سترايدز، سترايدز هتتحرك كام خطوه. يعني فاكرين انا كنت الاول اتحركت كده وبعدين اتحركت كده، في السترايدز خليني بحاول بس اشيل في السترايدز انا هنا اتحركت خطوتين بدل ما اتحركت خطوه واحده. احنا فاكرين مع بعض الكونفولوشنال واي عملنا كذا حاجه، اللي عملنا الكيرنلز اللي هي الفلترز، فكره مبسطه بتاعت الايدجز فاقدر اعرف الايدجز اللي على الصوره دي تدي لي معنى ليها.
وايه تاني، لو الموضوع ملخبطك فكر في الايدج كده، فرق ما بين القطه والحمامه، حمامه ليها منقار، القطه ما لهاش منقار، الحمامه ليها رجلين مختلف وشكلها مختلف، القطه ليها اربع رجلين. فدي حاجات بالفلترز تقدر تطلعها. بس انت كمان عندك ديتيلز ممكن تقع منك، فعملنا بادنج تمام. وكمان عشان طريقه الحركه بتاعتك ممكن تفرق في الاوتبوت، فبدل ما تبقى بتحرك ستيب باي ستيب ممكن تتحرك مثلا سترايدز من عدد اتنين، فده يسمرايز ليك. فاحنا شفنا الاوبجكت اللي قصادنا ده بدل ما هو كان حوالي خمسه في خمسه دايمنشن، بقى في الاخر الاوتبوت بتاعه اتنين في اتنين، بس بيمثل لي نفس الداتا اللي عندي عشان هو اخد سترايدز من هايت 3 او ل 2 ويتس تمام. وفي كونسبت تاني برضو البولينج، اللي هو بتقدر برضو تريديوس الفيتشرز ان انت تعمل بولينج كانه بيضغط الداتا وبيطلعها لك عشان تشتغل عليها. طيب ليه الكلام ده كله؟ ليه التعقيد ده فلترنج وبولينج تمام؟ لانه هو الكونفوليوشن نيورال نتورك عباره عن فكره ايه؟ عن اركتكتشر. الاركتكتشر ده زي مثلا اول واحد بنى كان ال نت، كان مبني بالطريقه دي. الانبوت بتخش الصوره تمام، الصوره دي بتبقى فيها لاير، اللاير دي من 5 في 5 تمام، ابلاي سوري فيها كيرنل، فيها كيرنل من 5 في 5 وفيها بادينج 2 بابلايت على الصوره، بيطلع لي اوتبوت. الاوتبوت بيخش على بولينج 2 في 2 وسترايد 2. بعد كده هخش اعمل كونفولوشنال نتورك ثانيه 5 في 5 تمام، وبعدين احطه في بولينج ثاني تمام، وبعدين هطلعه في لايرز عاديه لغايه ما اطلع الاوتبوت بتاعه. فده الاركتكتشر بتاع الجوريزم اسمه ال نت. اللي عمل الجوريزم ده عمله ازاي؟ عمله على نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا، ان هو ازاي تطلع الكومن فيتشرز بالفلترز. بس هو كان عنده مشكله انه الفلترز بتاعته كانت فيكسد تمام، يعني ما بتقدرش تحل كل اليوز كيسز. فدي فكره الكونفيشن، انت بتبني اركتكتشر متكون من الحاجات دي. الفكره في يعني ممكن نشوفها مع بعض لما هبتدي البراكتس دلوقتي، انه في حاجه زي ريز نت او حاجه زي الاذر الجوريزم، الاركتكتشر طبعا بيبقى اكبر من كده بشويه. فهتلاقي انه الفلترز ده الفرق، ده التطور اللي حصل، ان الفلترز انت ما بتحطهاش، الفلترز بتتعمل دايناميك. فبيحصل ايه؟ هو بيجمع كل الفلترز وبيجرب الفلترز المختلفه على الداتا اللي داخله له، وبيشوف ايه احسن يعني اوتوماتيكلي، ايه الفلترز اللي هتساعده في تطلع الاوتبوت بتاعه during training او learning. فبالتالي بقيت انت مش محتاج في الالجوريزم زي الريزنت او الماسك ار سي ان ان او whatever الالجوريزم هتشتغل عليه، مش محتاج ان انت تبني الاركتكتشر ده. فالاركتكتشر ده اوريدي بيبقى مبني، وهو طلع ريزلتس عاليه جدا على اليوز كيسز مثلا بتاعه الاوبجكت ديتكشن، فانت بس محتاج تو ميك يوز اوف ات. طيب خلينا بقى نبتدي نشتغل، نشوف حاجه براكتيكال شغاله. Sorry, just a minute. عبد العزيز عنده سؤال على ما تجهز الدنيا، ثانية واحدة عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جدا، شكرا جدا. تسلم. تفضل. اسمه ده في وكان في الاخر سيكشن بيتكلم على ان الداتا الاوريجن داتا بتكولابس لي كيرنل بيجمع المربعات مع بعضيها، ده اللي انا فهمته، عاوز يجمع الارقام مع بعضيها.
هل في مكان بيسيف الداتا دي او الريجن داتا بتفضل موجوده؟ لان اعتقد لو الريجن داتا مش موجوده في تفاصيل كتير هتروح. لا هو 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 الكلام ده يعني هو المودلز كلها تقدر تسيف الستيتس دي في حاجه اسمها تشيك بوينتس ده ريكوايرد، بس هو الكلام ده كله بيتم في الميموري تمام. عشان كده وانت بتبني المودل بتحتاج جي بي يوز وميموري عاليه، تحتاج وساعات لما الحاجات اللي هي الانتنسيف بتحتاج جي بي يوز ليها الميموري بتاعها مش الميموري العادي بتاع الماشين. هاويفر ذير ار ويز ان انت تكيف تسيف الستيت عشان لو عايز تكمل عليها بعد كده لو حصل اي انترابشن في النص، بتسميها تشيك بوينتنج. فده ممكن دي مجرد بروسيس بتحصل بس عشان تكون نفس الداتا مش اه بالظبط. انا هوريك دلوقتي حاجه شغاله يعني هي يوز كيس سمبل بس موديل فروم سكراتش وتقدر تبص عليه تمام. لو يعني لو شايفين السكرين بتاعتي، طيب انا اول حاجه بس عايز ده الديب ليرنينج بوك تمام، دايف انتو ديب ليرنينج، وده في تنسر فلو في بايتورش ام اكس نت مش مع... تمام. والنوت بوكس بتاعته كلها موجوده تقدروا تنزلوها وتتعاملوا معاها واتس اب تو ديت. وطبعا في الوت اوف ريسيرشرز سواء من امازون او بعضهم من ممكن كمان من جهات اخرى كونتريبيوتد في الكتاب دوت. هتلاقي طبعا تفاصيل كتيره جدا موجوده، شرح للنيورال نتورك والسي ان ان وكل حاجه ان ديب لو انت عايز تستفيد وتغوط اكتر في الحاجه شغاله ازاي. برضو لو احنا دخلنا MXNet موديل زو طبعا هنا هنلاقي انه MXNet في الموديل زو للجلون في different options. يمكن احنا شفنا اتكلمنا على الـ image classification, object detection, semantic segmentation وفي other options related اكتر للـ video recognition. فخلينا افتح لكم object detection على سبيل المثال. object detection هنا بيوريني ايه المودلز اللي موجود عندي، فانا بتكلم هنا خليني سوري او ايه الالجوريزمز. فاحنا بنتكلم هنا في ده في ResNet وفي مثلا على سبيل المثال حاجه اسمها سنتر نت وفي SSD وهتلاقي في VGG مثلا بتقريبا باللون الازرق وهكذا. يعني في different models والجوريزم موجوده تمام، بيديك comparison ما بينهم في الكواليتي بتاعتهم شغاله ازاي. مثلا هنا برضو الايمج كلاسيفيكيشن هتلاقي اليكس نت دارك نت ريز نت في منه انواع كتيره وفي موبايل نت وفي ديفرنت اوبشنز تمام، وفي جي جي موجود والكومباريزون ما بينهم. الكومباريزون بيزد على ايه؟ بيزد على اكيورسي وبيزد على عدد السامبلز في الثانيه تمام، والحجم طبعا حجم السايز اوف التايم بتاع تريننج. وتقدروا هنا تكسبلور اكتر، هتلاقي لو فتحت ResNet هتلاقي هنا عندك different implementation من ResNet و different implementation ده في كمان pre-training موجود ليها تقدر تشتغل من عليها. لو انا فتحت SageMaker algorithms فده سيج ميكر مثلا الجوريزمز فتحنا فيها هنلاقي فيها اوبجكت ديتكشن تمام. ده الاوبجكت ديتكشن الجوريزم والديتيلز بتاعته وفي سامبل نوت بوك موجود لي تحت وانا هبعت لكم واحد ظريف. فافتح لكم بس حاجه اسمها هايبر بارامترز وهنلاقي هنا انه الانواع البيز نتورك بتاعته في بيسبورت في جي جي 16 وريز نت 50 تمام. دول التو اركتكتشرز اللي سبورتد فيه سيبين مثال. وتلاقوا برضو واحد تاني image classification فدي حاجات موجودة out of the box للسيج ميكر وتبتدي تشتغلوا عليها. ارجع تاني لل
اتفضل. في سؤال قبل ما تطبق هشام احمد طيب. الجوهري اتفضل. طيب باشمهندس هشام بعد اذنك بالنسبه للجوبيتال او بالنسبه لسيج ميكر استوديو نوت بوك، يعني انا حاولت قبل كده ان انا اترين موديل عليه يعني، وللاسف ما عرفتش اصلا، ما كانش عندي جي بي يوز يعني، لقيته بيطلع لي مسجز كده ان انت محتاج تريكويست فور جي بي يوز، فمش عارف اذا كان ده طبيعي ولا ايه. ده طبيعي، الجي بي يوز للاسف باي ديفولت مش بروفيجنت على كاستمر اكاونتس، لازم الكاستمر يطلبها ويقدم جاستيفيكيشن لطلبها. ليه؟ لان الجي بي يوز للاسف في الوت اوف باد براكتسز، الناس استخدمتها تعمل على اي حاجات الليجال زي كريبتو كرنسي مثلا مايننج، فالجي بي يوز لازم الاول الكاستمر يبعت لنا انترنال سبورت ويعمل ريكوست انكريز لليميت ويقدم جاستيفيكيشن انه عنده سواء جاستيفيكيشن تعليمي او جاستيفيكيشن شغل حالي علاقه بالبزنس، ان انا محتاج جي بي يوز عشان ابتدي اعمل عليها الشغل بتاعي، وبتقول له انهي نوع، عايز بي 3 ولا عايز جي 4. طيب هو الحقيقه الطريقه اصلا بتاعت الريكوست ما كانتش واضحه، يعني يا ريت لو حضرتك تبعت لنا بس لينك كده فيه زي ان انا ريكوست الجي بي يوز. طيب في طريقتين تمام، او في لا او هي طريقه، في حاجه اسمها سيرفيس كوتس، بفتح سيرفيس كوتس بتاعتي بتقول لك ايه الريسورسز اللي موجوده عندك تمام. نعم. و بيزد على اي دبليو اس سيرفيسز، نبص على سيج، انا بس الاكونت بتاعي ما عنديش كل البرميشن. طيب هبعت لك الستيب، لانه انا ما عنديش برميشنز، افتح اكونت تاني وابعت لك الستيبس من عليها. المفروض تقدم على ريكوست للسيج ميكر، لانه سيج ميكر انستنسز مختلفه عن الاي سي 2، فانت فتحت الاي سي 2 على سبيل المثال تمام، هتلاقي حاجه طلعت لك زي كده، فتروح مثلا للبي تمام، هتلاقي البي مش السبوت، البي العادي اون ديماند بي انستنس، انا عندي صفر، انا نفسي شخصيا مش مديه لي اكسس تمام، في البي انستنسز هتلاقي صفر، فانت تفتحها وتعمل ريكوست كوتا انكريز تمام. اوكي، الفرق الوحيد بس ان سيج ميكر ليه هيز اون انستنسز از ويل فاميلي، فانت تطلب للسيج ميكر واطلب للاي سي 2، يعني ممكن تحتاج الاي سي 2 في اي وقت، فبتطلب الاثنين وتخليهم عندك. طيب في حاجه بس اللي هي بتلخبط جدا الكاستمرز، انه خلينا نفتح بي 3 انستنسز في دي نيفيديا مثلا بي 3 اللي هي الفي 100، فلو انا بصيت على الانستنسز دي هلاقيها اي جي بي يوز تمام، هنلاقي عندنا 96 سي بي يو للاعلى حاجه تمام، فانت مش بتطلب ريكوست على الجي بي يوز، انت بتطلب ريكوست على السي بي يوز تمام، فانت لو هتستخدم الانستنس دي فانت عايز في الاكونت بتاعك 96، لو انت تستخدم 1 جي بي يو يبقى انت محتاج 8، يبقى انت محتاج تزود الليمت للبي فاميلي ل 8 لو انت تستخدم دي بس، لو انت تستخدم اللي هي فيها 8 جي بي يوز اعلى حاجه محتاج 96. طب انا زي ممكن اعرف انا محتاج جي بي يوز قد ايه يعني؟ يعني مفروض ان انت تبقى عارف، بس يعني لو انت استخدمت سيج ميكر الجوريزم هتلاقيه مكتوب فيه في الدوكيومنتيشن بتاعه، خليني بي 3 مثلا فور ايمج كلاسيفيكيشن وي سبورت ذا فولوينج جي بي يوز بي 2 وهكذا، مثلا بي 3 2 اكس لارج 3 اكس لارج اب تو 16 تمام، فده اللي سبورتد للايمج كلاسيفيكيشن. طيب دلوقتي في فرايتيز، هتقول لي ايه اي، هتلاقي من الابطا للاسرع الترتيب تمام، ده هياخد وقت اكتر، ده ياخد وقت اقل بس سعره اغلى، السرعه السعر بيزيد. اوكي تمام.
طيب طيب تمام. لو انا استخدمت حاجه كاستم، الحاجه الكاستم يعني غالبا بتروح برضو مع نفس الطريقه 1 جي بي او 8 جي بي حسب بتجرب صراحه يعني هي التجربه، بس 1 جي بي از مور ذان انف مثلا للريزنت تمام. بس لو هتروح حاجه كاستم انا بريكومند فور يو تو يوز جي 4 جي 4 انستنسز لو حاجه كاستم. ليه؟ هنبص على السعر بتاع ال اتش جي بيوز هنا. ال اتش جي بيوز هنا بتتكلف في الساعه هنا حوالي $7 وكسر. وطبعا لو اون ادفانس او سبوت عندك اوبشن سبوت انستنسز، وفي السيج ميكر في الاوبشن ده، فدونت فورجيت ان انت تستخدم السبوت لان السبوت ده بيوفر لك فلوس في السيج ميكر بالذات، لان السيج ميكر اسمه مانجد سبوت. يعني ايه مانجد سبوت؟ يعني الالوكيشن بتاع السبير كاباسيتي اي دبليو اس اللي بتعملها انت مش محتاج تروح تعملها بنفسك تمام، مش زي الاي سي 2 فاستخدمها سهل جدا. بس ده بيوفر لك اب تو في الجي بي يو 70% زي ما احنا شايفين هنا، من 7 او من 8 دولار ل $3 تمام. فلو رحت هنا بصيت على الاي جي بيوز هنا هدي بتكلف كام؟ $31 لكام؟ ل $9.5 او 0.6 اوكي. ففرق رهيب في السعر. طيب لان دي performance بتاعها اعلى، بس اللي احنا شفناه مثلا هنا الموديل ممكن ياخد ساعه في الـ في الـ في الـ في التريننج. في البي 3 ممكن ياخد 40 دقيقه، انت فاهم يعني ان هنا ساعه وهنا خلص في 40 دقيقه، بس الفلوس التوفير هيبقى رهيب جدا في الجي 4 عن البي 3 تمام. طيب معلش اخر سؤال، هل انا مش محتاج يعني اكير فور الايدل تايم؟ يعني انا ممكن اسيبه شغال واروح بقى وارجع له، هيبقى هيفضل شغال عادي، واقف الجهاز وارجع له هيفضل شغال، مش محتاج طبعا اكونسيدر اصلا. يعني انا كنت بقى يعني بالزبط. انا بصراحه لما لقيت المشكله دي رحت كولابس مثلا، بس قابلت مشكله الايه كولابس بدين الجي بي يوز فور فري يعني، بس مشكله التايم اوت يعني كنت محتاج افضل قاعد يعني كل نص ساعه كده عامل ريفريش. بالظبط، هنا ما عندناش الموضوع ده، بترن وتروح وترجع وتلاقي خلص وبيسيف لك الستيت. فانت عايز ترجع تريتريف الميتريك زي ايه الاف 1 سكور كان عامل ازاي او ايفر الميتريك الكابتشر ازاي رجعها لك. تمام. فدي طبعا دي وان اوف ذا بيج ادفانتجز، لانه الناس اللي كانت بتطلع بره الجوبيتر تعمل الكلام ده بيضطر يروح ل اتش بي سي بقى سيت اب، يجيب حاجه اسمها سكادولر، والسكادولر ده يبعت له جوبز والجوبز دي تروح ترن وترجع ريزلتس، وبعد كده ترجع له اوف لاين بعد يعني تاخد ليها كومبلكسيتي بتاعتها. لو مش عارف حد هنا في الحاضرين عنده اكسبيرينس في الاتش بي سي، فده بيعيق شويه الماشين ليرنينج ساينتست او ديفلوبرز او يعني الناس تعمل ابلاينج للماشين ليرنينج في ابلكيشنز ان هم يخلصوا شغلهم، لان الموضوع بياخد وقت كبير قوي. فاشتغلت سبوت انستنسز واشتغلت مع سيج ميكر ووقفت وشغلت الحاجه واخترت الرايت جي بيوز، انا جارانتيك ليك انه السيفنجز عاليه جدا وان انت تخلص شغلك في وقت اقصر. تمام شكرا جزيلا. العفو. طيب انا النوت بوك دي مش هنطول عشان يعني الوقت اللي عندنا مش كتير قوي. هن اكسبيرينس فيها حاجتين، هن اكسبيرينس فيها ان احنا نعمل نيورال نتورك كده ظريفه صغيره تمام، ونشوف الاوتبوت بتاعها، وبعدين هن اكسبيرينس ان احنا نعمل حاجه بقى فيها مور ادفانسد اكتيفيتي بتتعمل. فمثلا انا في ام اكس نت ده بامبورت اللايبرري بتاعتي وبقول له يا MXNet انا عايز اشتغل سيكوينشال، وبيرجع لي النتورك بتاعتي ان انا هبتدي ابني فيها الاركتكتشر بتاعي. وجيت بقول له اول حاجه هتاخد 64. ليه 64؟ لان الصوره اللي انا او الداتا اللي انا هاخدها ليه 64 انبوت تمام، والتشانلز بتاعتي 3 تمام، والاكتيفيشن فانكشن بتاعتي 10 اتش. ممكن ما تشتغل 10 اتش تشتغل ريلو، تشتغل سيجمويد اتس يور كول، المفضل تشتغل ريلو عامه وتشتغل سيجمويد في الاخر، بس يعني ذس از ذا سامبل نوت بوك. وعشان انا عايز امنع الاوفر فيتنج عملت دروب اوت ل 40% تمام، واجين الدروب اوت بيتغير من كل رن للثانيه فمش هيبقى لنودز معينه. وبعد كده قلت له اعمل لي دلوقتي 128 تمام،
ويعمل لي دروب اب 30%، وبعدين اعمل لي دنس واحد طلع لي كله في اوتبوت واحد تمام. وبس قلت له اطبع لي الاركتكشر، فطلع لي اطبع لي الاركتكشر بتاع نيورال نتورك بتاعتي بالشكل ده. فانا كده بنيت نيورال نتورك صغيره ظريفه سريعه بتشتغل بتطلع لي اوتبوت بشكل سريع من غير استخدام اي الجوريزم. فانا كده بنيت الالجوريزم بتاعي فروم سكراتش تمام. ده ببساطه يعني اتكلمنا على شويه كلام معقد، بس في الاخر الالجوريزم اتبنى بمنتهى البساطه دي، لان دي الحقيقه. هي فكره النيورال نتورك ان انا ما عنديش الايكويشن، فانا عايز ابني حاجه تقدر مع نفسها تحسب الايكويشن النون لينير ايكويشن اللي تخليني اتوقع الحاجه اللي قصادي هي ايه، صوره كلب ولا قطه، او اتوقع رقم معين في سيلز السنه الجايه يبقى عامل ازاي. وبعدين النيورال نتورك بنعملها ايشناليزيشن، فبننشاليز الويتس اللي فيها بالايكويشن دي في امكس نت تمام. والايشناليزيشن ده بمنتهى البساطه بالويتس فاضيه، ففي ويتس هنا فيبتدي بيحط ويتس، والبيتس دي بتبتدي بيها البدايه بتاعتي تمام، بيزد على 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 معادله رياضيه موجوده، ودي يعني في امكس نت بتطلع اوتبوت كويس. وورانا طريقه تانية لو انا عايز اطبع اللير الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا، بيطلع لي الانفورميشن بتاعتها تمام. اجين دي الاكتيفيشن فانكشن 10 اتش، دي بيدروب اوت 10 اتش، وفي الاخر بيطلع لي لينير عشان انا بستخدم دنس من غير اي حاجه، فهتعمل لي لينير تمام. لو انا قلت له في الدنس ده طلع لي طلعها لي بسيجمويد، هيعمل ابلاي سيجمويد عليها في الاخر تمام. وهنا بشرح لك اكتر اللوس فانكشن او الكوست فانكشن. فاحنا اتكلمنا ان في السيجمويد وفي الانتروبي تمام، فاحنا هنستخدم اللي هو الباينري كروس انتروبي لوس فانكشن عشان البروبلم بتاعتنا. بس لو انت عندك مالتي كلاس يو كان يوز الكروس انتروبي. كل ده طبعا انتوا احنا مذاكرنا قبل كده وعرفنا ان ده كله نسميه مارك داون. يعني ايه مارك داون؟ كل ده تكست شرح تمام، لكن الحاجات اللي جوه بوكسز دي سيلز، الكود سيلز بتاعتي. شرح ده سيبه لكم، يو كان ريد ات اند جو اوفر ات، تتعلموا ايه اللي موجود فيه وايه اللي ناقصكم منه. المثال الثاني هنا عايزين نعمل باينري كلاسيفيكيشن لداتا، هوريها لكم كمان شويه. فالداتا دي احنا بنخلقها بنفسنا بيوزنج راندوم من سايكت ليرن، بجنريت راندوم سيركلز، والسيركلز دي انا هرسمها في الجراف ده وتطلع لي بالشكل ده، دوائر حمراء ودوائر زرقاء. وعايز ابني موديل يقدر يفرق لي من الحمراء والزرقاء. هو طبعا احنا بنظره العين نقدر نفرق ما بينهم، بس ازاي بالنيورال نتورك اقدر ابني، او convolutional نيورال نتورك اقدر ابني حاجه تقدر تفرق ما بين الاحمر والازرق. اجين هنبني الاركتكتشر بتاعنا. الاركتكتشر بتاعنا احنا عملنا سمبليفيكيشن، فعملنا الدنس بتاعتي 10 النيورال نتورك والانبوتس 2 تمام. فانا عندي 10 نيورونز، والنيورونز دول في 2 نيورونز بيدي لهم انبوت تمام. وليه 2 نيورونز؟ عشان يدي لهم الاكس والواي، اكس 1 واكس 2 اللي بيمثلوا الدايمنشنز للداتا دي. فعشان كده انا محتاج 2 انبوتس تمام، وهابلاي عليهم اكتيفيشن ريلو عشان احنا قلنا ريلو بيطلع بيتر ريزلتس. وهعمل لير ثانيه بعدها وابلاي عليها ريلو، وهعمل لير اخيره وابلاي عليها سيجمويد. والسيجمويد دي وظيفتها انها تعمل باينري كلاسيفيكيشن اللي هو يا احمر يا ازرق، وهانيشلايز النتورك بتاعتي. طيب انا عايز احط شويه انبوتس بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. طبعا لان انا ببني الموديل او الاركتكتشر فروم سكراتش، فانا الهايبر بارامترز بتاعتي انا كاتبها بايدي. فانا اول حاجه الباتش سايز 4، يعني ايه؟ يعني كل مره هروح اخد من الداتا سيت السامبل اللي انا عملت لها جنريشن براندوم ايكويشن من سايكت ليرن اللي هي الدوائر دي، هاخد منها اربعات تمام. فده حجم الباتش بتاعي. وهعمل 50 لفه تمام. يعني انا هاخد اقسم الداتا بتاعتي لاربعات، وهبعت الاربعات دي كل شويه في التريننج بتاعي، وبعدين هعمل على الداتا دي 50 لفه، اخد اول لفه واخلصهم وشوف الاوتبوت تمام. وبعدين اخد لفه ثانيه واخد لفه ثالثه لغايه ما اخلص 50 لفه، واشوف الكواليتي اوف الاوتبوت بتاعي عامل ازاي. الليرنينج ريت بتاعي عملته 0.01 تمام،
وده اللي هنستخدمه مع اللوس فانكشن في ان احنا نرجع نعمل باك بروباجيشن، ارجع الف ورا وارجع خطوه لورا اعدل وارجع اكمل تاني. وهنا عملت انيشاليزيشن للاوبجكت اللي بيعمل لي اللوس فانكشن، وهنا بنيت حاجه اسمها الجريدينت ديسنت بتاعي في جلون او في الجلون مع MXNet. دي الطريقه ان انا بعمل السيجمويد بتاعي، والسيجمويد ده اللي هو بيشتغل على الليرنينج ريت، فانا اديت له الليرنينج ريت اللي هو 0.01 وقلت له ده ستوكاستيك جريدينت ديسنت، تمام. وده اللي انا هستخدمه مع اللوس فانكشن ان انا ادور على اللوكال مينيمم لو احنا فاكرين الكيرف عشان اطلع احسن ريزلتس. بعدين قسمت الداتا بتاعتي لتريننج وفاليديشن داتا، وحولت الداتا بتاعتي للاريز عشان اعرف اشتغل عليها، وحطيت الداتا دي جوه داتا ست. فدي التريننج داتا ست، ودي حاجه اسمها لودر داتا ست اللي بتاخد التريننج وتلودت. طبعا الستبس دي كلها بمنتهى ببساطه عشان بجهز الداتا عشان MXNet يقدر يشتغل عليها، تمام. دي بمنتهى ببساطه، وهبتدي هنا اشتغل. فانا اول لوب هنلاحظ مع بعض في تو لوبس، اي بوكس. ايه اي بوكس ده؟ كم مره هلف، تمام، بمنتهى ببساطه كل ما تفتكروها كم مره هلف على الداتا بتاعتي. فانا كده عندي لوب هتلف 50 مره، تمام. بطلع بجيب الستارت تايم والتريننج لوس، هنا هحطه صفر من البدايه عشان بعد كده احسبه. بعد كده بروح هنا بطلع الداتا اللي في الترين لودر ده اللي هي التريننج داتا بتاعتي. بس لو انتوا فاكرين انه كان يا ربي ال where is the target just a minute. اوكي، الترين لودر ده بيرجع لي ايه؟ معلش انا بس لخبط. الترين لودر ده لما عمل عليه انيميشن بترجع لي الداتا والتارجت بتاعي. طب الترين لودر ده مبني ازاي؟ مبني ان هو مقسم الداتا بتاعتي اللي هي خدتها كلها على باتشز، بالباتش سايز اللي هو 4، تمام. فبالتالي المعنى الفور لوب هنا انها هتروح للترين لودر ويرجع له 4 في 4. يعني لو انا عندي داتا سيت بتاعتي عباره عن 16 اقسمهم على 4 يبقى هيرجع لي 4 مرات داتا، تمام. لو انا عندي الداتا 32 هيرجع لي 8 وهكذا. فكده ده اللوب الثاني. فاللوب الثاني ده هيلوب على سايز بتاع الباتش مقسوم على او سايز حجم الداتا كلها مقسوم على السايز بتاع الباتش، تمام. وهبتدي هنا بجيب الداتا واجيب التارجت. التارجت اللي هو ايه؟ اللي هو الواي، تمام، اللي هو احمر ولا ازرق، اللي هو الكلاسيفيكيشن بتاعي. والداتا اللي هي الداتا بتاعتي اللي هو في الحاله بتاعتي هنا اللي هو الاكس 1 واكس 2 الدايمنشنز بتاعتي، واللون ده هو ده الكلاس بتاعي اللي هو التارجت. فجبت الداتا دي، وهنا دي طبعا حاجه من بايثون. عملت حاجه اسمها with auto gradient descent، بقول له ريكورد ابتدي auto gradient descent، تمام. وهنا اديت وهو بيبتدي، فديت النتورك بتاعتي الداتا، وبعد كده طلعت لي اوتبوت. اخدت الاوتبوت قارنته مع التارجت جوه اللوس فانكشن وطلع لي اللوس هنا، تمام. وجمعت اللوس على اللوس اللي فات لان انا بلوب، فده كله التريننج لوس. وبما اني هنا في يوزنج يور ويز فانكشن، في اليوزر فانكشن دي بتعمل بروتكشن من الاكسبشنز، تمام. واقدر ان انا اروح اقول له يا لوس اعمل باكورد بروباجيشن. طب اللوس هيعمل باك بروباجيشن بناء على ايه؟ على الاوتو جريد اللي هو الجريدينت ديسنت. والاوتو جريد ده عملناه فين؟ عملناه فوق هنا مع الترينر. فهيروح يعمل الاوتو جراد اللي هو بمعنى انه هيروح هنا بعد ما عمل باكورد هيروح يعمل التعديل في الويتس، هيعدل الويتس بناء على الاوتبوت. هيعدلها ازاي؟ هياخد الويت يطرح منه الجريدينت ديسنت ويطلع لي ويتس جديده. الويتس الجديده دي هستخدمها في اللفه اللي جايه، او في سوري في الباتش اللي جاي، مش اللفه الجايه، الباتش اللي جاي.
لغايه ما اخلص اللفه الاولانيه. في اللفه الاولانيه هتخلص بويتس معينه تمام، هاخد اللفه اللي بعدها هرجع اعمل نفس الخطوات تاني بالويتس اللي طلعت لي من اللفه الاولانيه وهكذا. فانا هنا كده بقى خلصت اللوب الاولاني، وهنا بطبع كل البريدكشن، بطلع بجيب البريدكشن بتاعي واجيب اللوس بتاعي واوضحهم يطلعوا لي مكتوبين بالطريقه دي تمام. ويبقى كده انا خلصت اللوب الثاني وطلعت بره، واخد اللفه الثانيه اللي بعدها. فهنشوف هنا ان هو بدا باللوس فانكشن 0.7 تقريبا، وده في التريننج، وفي اللوس في الفاليديشن تقريبا نفس الكلام، وفي ده عدد الثواني اللي اخذها لغايه ما خلص بعد ايه 50 ايبوك، بعد 50 لفه تمام، خلص بلوس فانكشن ايه 0.0009 تمام، وال في عدد الثواني 0.5. فهنشوف انه يعني تقريبا الاكسكيوشن تايم ما فيش فرق كبير قوي، وانه في الاخر في الاخر التريننج والفاليديشن طلعوا لي في الاخر جود ريزلتس بعد 50 لفه. طيب في الاخر حاجه اطبع الداتا دي، اخد التريننج واللوس واطبعها على عدد الاي بوكس تمام. هشوف ان انا بدات من فوق لغايه ما نزلت تحت. طبعا يعني المفضل ان انت تقف عند 40 او سي 40 مثلا 40 او 35 اي بوك، هنا تقف في الحته دي. ليه؟ لانه ده اكسترا يعني اكسترا ايفورت مش مطلوب قوي. فاحنا يعني نبص هنا اللوس، الفرق في اللوس مش كبير قوي، كل ده مش فرق كبير قوي تمام. ايفن يعني ممكن نقول ان احنا يعني ممكن نقف حتى عند مثلا عند 18. طيب ليه اقف عند 18؟ لان ده ويست اوف ريسورسز للماشين. انت في الاخر بتستخدم جي بي يوز وبتعمل تريننج، فمش شرط ان انت تعمل الكلام ده. هتلاقوا في الالجوريزمز اللي جاهزه من زي من سيج ميكر في حاجه اسمها ايرلي ستوبنج، فيقول لك لو انا ما بيحصليش امبروفمنت اكتر من 0.01 مثلا يبقى بريك، لانه بعد كده ده معناه ان انا مش بامبروف، انا بمشي خطوات صغيره 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 جدا، فده ملوش لازمه، لان ده ويست اوف جي بي يوز وويست اوف ماني ان انت بتصرفه، لان انت في الاخر التريننج جوب دي بتدفع على الوقت اللي بترن فيه. فده بعد كده بنكتب حاجه بايدينا هنا بتعمل ايرلي ستوبنج. طيب ليه انا حبيت اوريكم المثال ده؟ لانه المثال ده احنا بنينا حاجه كومبليتلي فروم سكراتش. هتلاقوا هنا، خليني ارجع معلش ارجع هنا ده كله اسمه هايبر بارامترز، اديت له الباتش سايز، الاي بوكس، ليرنينج ريت، وحتى النوع الكمبيوت سي بي يوز تمام، واديت له السيجمويد فانكشن، كل ده، واديت له ستوكاستيك جريدينت ديسنت، انا ممكن اغيرها احط حاجه تانية في ديفرنت ويز. كل ده هايبر بارامترز. في الالجوريزمز اللي انت بتشتغل بيها جاهزه زي من سيج ميكر، الحاجات دي كلها بتبقى جاهزه تقريبا، فانت بس بتضيفها في الاول، وهو بيباص الحاجات ده، مش هيقعد يكتب الكود اللي انت كاتبه هنا ويبني الطريقه اللي انت بنيتها هنا تمام. وحتى لما اتكلمنا على الايرلي ستوبنج في السيج ميكر، هو سطر واحد بيتكتب بتقول له اكسكيوت ايرلي ستوبنج، سوري execute early stopping لما فيش تحسين اكتر من 0.01. نفس الكلام للريزنت، ريزنت او في جي جي او whatever ready made algorithm، بتلاقيه بيوفر لك مجهود، لانه في جزء كبير من الحاجات دي بتبقى already معمولة. انا almost خلصت، بس يعني احب بس ان انا هشير معاكم النوت بوك دي. هشير معاكم النوت بوك دي. النوت بوك دي بتستخدم سيج ميكر وبتستخدم داتا سيت، والداتا سيت دي بتعمل اوبجكت ديتكشن. هي يعني مش ممكن تستخدمه جراوند تروث او ممكن ما تستخدموش لو عايزين تتعلموا الجراوند تروث. والفكره هنا ان انا عندي صور نحل، عايز اعمل اوبجكت ديتكشن لصور النحل يوزنج سيج ميكر. فازاي ابني موديل بيقدر يعمل حاجه زي دي؟ من ان انا بعمل ليبلنج للداتا يوزنج الجراوند تروث،
وان بعد ما الداتا تبقى ليبلد بالطريقه اللي انا شايفها هنا دي ليبل داتا خلاص، ان انا هبتدي اعمل تريننج عليها. فانا قسمت الداتا لتريننج وفاليديشن، وبعد كده الداتا اللي اتقسمت تريننج وفاليديشن دي حطيتها في اوبجكت ستورج اس اس 3 تمام عشان اقدر اعمل لها كونسامشن. وبعدين هنا دي بقى البارامترز تريننج بارامترز اللي انا هبعتها للسيج ميكر. فانا البارامترز دي بقول له هتقرا التريننج التريننج ايمج، هتشتغل ايمج كلاسيفيكيشن، لان التريننج ايمج دي هتلاقيها موجوده هنا، ايوه اهي تريننج ايمج. فدي بتقول له سوري اوبجكت ديتكشن، هتروح تجيب الالجوريزم بتاع اوبجكت ديتكشن تشتغل عليه. وبعدين هتاخد الداتا من الاس 3 للباص بتاعها، و الحجم الداتا او هتشتغل محتاج ستورج 50 جيجا، وهتشتغل على بي 2 انستنس تمام دي الفاميلي. وهتعمل التريننج بالهايبر بارامترز دي. ايه الهايبر بارامترز؟ روح اشتغل لي ريز نت اللي يوز بري تريند موديل، اشتغل بحاجه بري ترين. عدد الكلاسز هي كلاس واحده بس اللي هي نحل او مش نحل، هي كلاس واحده. عدد الاي بوكس 100 تمام، عند الليرنينج ريت 0.001 وهكذا. اديت له الهايبر بارامترز ديتا دي وعملت له باص للانفورميشن، وابتدي يعمل اكسكيوشن ويطلع لي الاوتبوت بتاعي. وبعدين تقدر تو فيو الريزلتس. انا جاست كويكلي موف ثرو ات. الريزلتس مش اكوريت قوي، في بعض الايمج حصل لها ديتكشن زي دي، زي دي رسم حوالين صوره النحل او الصوره دي مثلا، وفي حاجات تانية ما عملهاش ديتكشن. فهنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها هايبر بارامتر تيونينج. فالتيونينج ده هنروح هنا نعمل بالانترفيس تريننج كرييت تيونينج جوب، وباستخدام البيزيان سيرش تمام اللي هو هنا استراتيجي، والبيزيان سيرش ده بروبابيليتي سيرش، هيروح يعمل سيرش ويطلع لي في الاخر يقول لي انا عملت سيرش والهايبر بارامترز الفلانيه دي احسن هايبر بارامترز تشتغل عليها بس، ويطلع لك الاوتبوت. وده مثال كامل على سيج ميكر. انا ما دخلتش فيه ان ديتيلز قوي، هسيبه لكل اللي انترستد يشوف الكلام ده شغال ازاي. اتمنى ان انا كنت مطولتش عليكم، واتمنى ان السيشن النهارده كانت مفيده. ولو في اي كومنتس واي يعني اي انبوتس من حضراتكم اتشرف بيها، واي حد من حضراتكم حابب يساهم ويعمل سيشنز برضو الفتره اللي جايه اهلا بيه. في أسئلة؟ طيب شباب، لو في حد محتاج يسأل ممكن نفتح المايك. طيب أحمد الجواري تفضل. باشمهندس هشام، النوت بوك اللي حضرتك آخر واحدة دي فيها اوريدي ازاي بقدر في اللي هي التكنيكس بتاعت الهايبر بارامتر سيليكشن صح؟ مظبوط. طيب تمام. انا ازاي تعمل هايبر بارامتر تيونينج، ازاي تدور عليها وتطلعها. بالظبط. تمام، شكرا جزيلا. تمام، انا معايا ابديتد فيرجن تاني غير ده، فيها كمان ازاي تديبلوي اند بوينت، فهبعتها لكم ان شاء الله. هل في باث معين النوت بوكس دي نقدر نلاقيها، ولا دي حاجه خاصه بس ب اي دبليو اس انجينيرز؟ هو بشكل عام دي بس مش موجوده بابليك، بس انت بشكل عام لو دخلت على سيج ميكر اكزامبلز هتلاقي الوت اوف اكزامبلز موجوده اونلاين. الكنز احنا بننزلها. مظبوط، الكنز بالظبط. الكنز ده هتلاقي عليه حاجه كتيره جدا. لو انا عملت مثلا سوري اوبجكت، دايما هتلاقي بدايه حاجه معينه تبدا منها. ما هتلاقي موجود الوت اوف الجوريزم على الاوبجكت ديتكشن وطريقة عملها، مثلاً أهو للبيرد إيميجز وشرحها والنوت بوكس بتاعتها. فدايماً هتلاقي حاجة موجودة، يعني هي موجودة هنا صح. دي مثلاً مثال تاني خلص غير اللي أنا عملته بيفولو نفس الأفكار. ممكن يكون عندي بس مشكلة في المهم ان انا هبقى اشير معاكم النوت بوك، وانتوا يو كان جو ثرو ات، وتقدروا ترجعوا لسيج ميكر اكزامبلز تلاقوا عليها معلومات، ولو في حاجه محتاجينها مني اقدر اساعدكم فيها ان شاء الله. تمام يا باشا، شكرا جزيلا. لا العفو. طيب حد عنده سؤال تاني شباب؟
تمام. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا هشام على وقتك، ومعلش تعبناك معانا النهارده. جزاك الله خير يعني على السيشن الممتازه كالعاده يعني. ولو في اي استفسار او اي حاجه احنا برضو موجودين على الجروب التليجرام، والمهندس هشام موجود معانا على الجروب التليجرام، واي ريسورسز برضو بنشيرها على التليجرام جروب. فشكرا تاني مره يا هشام، وجزاك الله خير على وقتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم يا شباب.